صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة مصر كلها بتحتفل بعيد الفلاح، ذكرى يوم فارق في حياة كل فلاح في مصر، ذكرى اليوم اللي توافق فيه على إصدار قانون الإصلاح الزراعي سنة 52. كل سنة بنحتفل بهذا اليوم تكريما لكل فلاح مصري سخر جهده ودوره في بناء الاقتصاد المصري. أكيد يا شاذلي، عايز أتكلم عن مواقف كتير للفلاحين المصريين العظماء اللي سطروا خلال أزمة كورونا ملحمة كان عنوانها الجهد والعرق. ده طبعا لأن الوقت اللي وقفت فيه عدد كبير من القطاعات على العمل وحصلت حالة ركود في العالم كله، الفلاح المصري ما وقفش عن إنتاج، بالعكس كان بيواصل العمل بكل إخلاص وبكل تفاني. بكل تأكيد الفلاحين في مصر في كل شبر في أرض مصر تحدوا هذه الأزمة وقدروا أن هم يحققوا ويأمنوا الأمن الغذائي المطلوب. مش بس كده، كانوا كمان حريصين على زيادة إنتاجيته من المحاصيل المختلفة وحافظوا كمان على جودة هذه المحاصيل، وده اللي ساهم بشكل كبير جدا في زيادة الصادرات الزراعية في مصر. خلال الكام سنة الأخيرة تم الاستجابة لكل مطالب الفلاحين، طبعا كان أبرزها زيادة استصلاح الأراضي بشكل مكثف، والدولة فعلا وفت بوعودها للفلاحين والقطاع الزراعي، وتم تنظيم العملية الزراعية بشكل كبير جدا، زي مثلا لما نيجي نقول اعتماد خطة قومية لاستصلاح 4 مليون فدان جداد يضافوا للرقعة الزراعية المصرية. كمان يا منى عايز أقولك أن المشروع ده تحديدا كان مشروع واعد جدا، ساهم في النهوض بأوضاع الفلاح المصري وزود كمان المساحة المزروعة، وساهم كمان في خلق فرص عمل للشباب، ودي حاجة مهمة جدا في القطاع الزراعي. مش بس كده، الدولة كمان وفرت جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح وعملت وفعلت منظومة الزراعة التعاقدية، ودي كانت أول مرة الحقيقي عشان تضمن تسويق محاصيل الفلاح بأسعار مجزية. كل سنة كل فلاحين مصر طيبين وبخير في هذه الذكرى الاستثنائية لمصر حريصة على الاحتفال بها، وإحنا في صباح الخير يا مصر النهاردة إن شاء الله هنحتفل بهذه الذكرى المهمة جدا. من صباح على حضراتكم، أهلا بيكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. His Excellency Mr. Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. إذن كما نتابع مشاهدينا وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة نيودلهي أو تحديدا مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، وصل بالأمس إلى العاصمة الهندية نيودلهي لحضور هذه القمة، ودائما ما تدعى مصر إلى حضور هذه القمة كضيف شرف. في هذا العام زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الهند مرتين، مرة كانت في شهر يناير من هذا العام لحضور أيضا كضيف شرف في احتفالات الهند بتأسيس الجمهورية، وكانت هذه الذكرى 83،
ووافق في هذا التوقيت أيضا الذكرى 75 لتأسيس وإنشاء العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر والهند. إذن تابعنا منذ قليل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، نشاط موسع للسيد الرئيس خلال هذه القمة التي تعقد على مدار يومين النهاردة وبكرة إن شاء الله. بكل تأكيد هيكون في لنا متابعة مستمرة لفعاليات هذه القمة التي تدعى لها مصر باستمرار للحضور كضيف شرف. His Excellency Mr. Mark Rutte, the Prime Minister of the Kingdom of the Netherlands. Thank you.
تابعنا مشاهدينا معا وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي للقمة 18 لمجموعة العشرين. تابعنا أيضا الفترة التي ستنعقد فيها القمة في الفترة من 9 حتى 10 سبتمبر تحت عنوان أرض واحدة وعائلة واحدة ومستقبل واحد، وتشارك مصر في القمة بدعوة من الرئاسة الهندية. واحنا هنتابع مع بعض على مدار اليوم كل التفاصيل يا جزيل. بكل تاكيد، وزي ما انت ذكرت يا منى، القمه بتعقد على مدار يومين، هيكون معانا متابعه مستمره على شاشه القناه الاولى النهارده وبكره عشان حضراتكم تتابعوا كل ما يدور في هذه القمه. جدول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمه مليء بالفعاليات، مليء بالانشطه، بجانب طبعا حضور سياده الرئيس لهذه القمه. هيكون في لقاءات ثنائيه بكل تاكيد هنتابعها وهنعرفها. هذه القمة في البداية منذ أن تأسست مجموعة العشرين في عام 99 وكانت تعنى بالأزمات الاقتصادية والأزمات المالية التي تواجه في هذا التوقيت تحديدا القارة الأسيوية، وبعد كده في 2007 ارتفعت مستواها ويعني صعد مستواها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات، ومنذ ذلك الحين وهي تعقد بشكل مستمر. تحديات كثيرة تواجه دول مجموعة العشرين هي الأخرى خلال هذا العام. طبعا مجموعة العشرين تتكون من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء الهندي كان بالأمس دعا وتحدث كثيرا عن رغبته في انضمام الاتحاد الأفريقي إلى هذه المجموعة كعضوية دائمة، لما يمثله الاتحاد الأفريقي من قوة كبيرة وقوة عظمى. بكل تأكيد هناك تحديات كثيرة، ولكن كما يرى المراقبين والمحللين بأن هناك العديد من التحديات، يمكن أبرزها طبعا مسألة الصراع الروسي الأوكراني والذي من الممكن أن ينعكس، لأن ليست كل دول مجموعة العشرين على اتفاق حول ما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا. البعض يتوقع بأن ذلك ممكن أن ينعكس على الكثير من المسائل الخلافية التي هي بحاجة إلى حل سريع، مثل الأمن الغذائي وأيضا مسألة التغيرات المناخية. كل هذه التفاصيل هنتابعها مع حضراتكم النهاردة. احنا كنا بنتابع منذ قليل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد هذه القمة، قمة مجموعة العشرين. دائما ما تدعى مصر لحضور هذه القمة كضيف شرف. كنت بكلم مع حضراتكم في البداية عن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، زيارات متتالية، دي رابع مرة يزور فيها الهند. 2015 كان في زيارة، 2016 كان في زيارة، في بداية هذا العام في يناير من عام 2023 كان في زيارة مهمة جدا احتفل فيها طبعا بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. احتفل فيها مع الشعب الهندي ومع الحكومة في الهند بذكرى طبعا الجمهورية، تأسيس الجمهورية، جمهورية الهند. الذكرى كانت 83، وتوافق وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت بالاحتفال بتأسيس أو مرور 75 عاما من العلاقات المصرية الدبلوماسية المصرية الهندية. قمة مجموعة العشرين بتعد تتويج لجميع عمليات مجموعة العشرين واجتماعاتها اللي تم عقدها على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية. وفي الختام في مجموعة العشرين هيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين، واللي بينص على التزام القادة بالأولويات اللي تمت مناقشتها وكمان الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المهنية. مجموعة العشرين مهمتها أو أهميتها بتتمثل في كونها أنها بتضم أكثر من 65% من سكان العالم، كمان بتمثل 84% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي كله، 79% من حجم التجارة العالمية. أرقام كبيرة جدا بتمثل ثقل شديد جدا. وفي الإطار ده دول المجموعة مسؤولة عن أكثر من 79% من الانبعاثات الكربونية العالمية، وإحنا عارفين أن الدول جميعها بتتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فأعتقد أن في الفترة الجاية هتزيد التزامات هذه الدول، والاجتماعات هتسفر عن التزام الدول دي بتطبيق القرارات اللي سيتم التوصل ليها. مجموعة العشرين بتضم في عضويتها زي ما حضراتكم عارفين 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، فضلا عن اجتماع أعضاء مجموعة الدول السبعة الجراند 7، بالإضافة لأعضاء مجموعة دول البريكس اللي كانت مصر لسه منضمة لها منذ أيام قليلة. فإحنا بنتكلم على أنه تحرك دولي كبير، بتتحرك مصر في خطوط متوازية وبتنتسب لمختلف التجمعات الدولية الكبرى. طبعا مجموعة العشرين
للي طبعا مش عارف بتتكون من 19 دوله بالاضافه للاتحاد الاوروبي. هذه الدول هي الولايات المتحده الامريكيه، طبعا هي اكبر اقتصاد عالمي، من بعدها الصين، كذلك بقى بتضم في عضوتها المملكه المتحده، الهند، الارجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، فرنسا، المانيا، اندونيسيا، كمان ايطاليا واليابان، كوريا والمكسيك وروسيا والمملكه العربيه السعوديه وجنوب افريقيا. في هذه النسخه تحديدا تمت دعوه قاده دول مجموعه العشرين بالاضافه الى 9 دول اخرى، وهي بنجلاديش ومصر واسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا، كذلك الامارات العربيه المتحده وعمان وسنغافوره. مما لا شك فيه هيكون في حضور بارز للولايات المتحدة الأمريكية في ظل الأنباء التي وردت بغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ عن حضور هذه القمة. هيكون لها تأثير بكل تأكيد، لكن احنا هنكون في متابعة مستمرة لنشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، القمة المهمة التي تعقد في ظرف استثنائي. هنكون مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر، بنتابع فعاليات هذه القمة واللقاءات الثنائية كمان اللي هتعقد على هامش هذه القمة، بالإضافة لأن هنكون في متابعة مستمرة على شاشة القناة الأولى بشكل عام لمتابعة أعمال قمة مجموعة العشرين. أكيد. خلينا مشاهدينا نبدأ بأهم الأحداث اللي حصلت بالأمس، وتضمنت وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين. ومتحدث الرئاسة أكد أن الرئيس السيسي يتحدث بصوت أفريقيا والدول النامية في قمة العشرين. كمان رئيس الوزراء منا تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية عن شهر أغسطس. الحكومة كمان نفت وقف خطباء المساجد عن العمل وإجراء خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعي، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 التي ستعقد بمدينة نيودلهي. مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واللي بتتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وضاف ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة اللي بتعقد في ظرف دولي دقيق، وأيضاً للعلاقات الوثيقة اللي بتربط ما بين مصر والهند. وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الهند سيتضمن أيضاً عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وده للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيساً لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضاً بصوت إفريقيا والدول النامية في ضوء ترأس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد ومؤتمر المناخ COP27. لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بملف النيباد، فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، واللي بتتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والتحول الصناعي اللي بتوليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وده من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالشكاوى الموجهة لكافة الجهات الحكومية من خلال المنظومة وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة، مع التزامهم بالخطبة الموحدة وموضوعها ووقتها المحدد دون الاستغناء عن أي منهم، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب الأئمة بهدف تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، وتم مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك استمرار فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة اللي بينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، وتم تنفيذ التدريب SOF-09 لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة، كما تم استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد اللي بتستمر لمدة شهر، وده بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وأيضاً لاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة. أما بالنسبة لجولة المحافظات فكان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي من أهمها رفع كفاءة 8 مستشفيات للصدر والحميات بمراكز المنيا، بالإضافة إلى افتتاح 6 مشروعات خدمية في قطاعات مياه الشرب والصرف بمحافظة الشرقية. كمان تم توزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية على 200 طفل بكفر الشيخ، وتحصين أكثر من 113,668 رأس من الثروة الحيوانية ببني سويف. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها أن مديرية الصحة في محافظة المنيا أعلنت عن رفع كفاءة شاملة لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة، ووصلت نسب تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى حميات بني مزار 90% وحميات دير مواز 90% وحميات سمالوط 95% وحميات ملاوي 95% وحميات العدوى 95% وصدر بني مزار 95% وصدر ملاوي 95%، وده إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى واستلام 34 وحدة بعد رفع كفاءتها. محافظة الشرقية أعلنت الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 2,260,000,000 جنيه لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في محطة مياه العدوى. مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ شهدت تنظيم معرض للزي المدرسي ومستلزمات الدراسة مجاني بإشراف إدارة شؤون المجتمع التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومديرية التضامن الاجتماعي، وجرى توزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي وكوتشي وأقلام وكشاكيل وعلبة ألوان وأدوات هندسية ل 200 طفل في المرحلة الابتدائية، كمان تم تكريم عدد من حافظة القرآن من الأطفال. فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية مستمرة ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اللي بتنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبلغ إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها 113,668 رأس. مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة قامت بافتتاح 3 مساجد جديدة في مراكز أبو المطامير ودمنهور وحوش عيسى بتكلفة إجمالية 11,200,000 جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على بناء المساجد في جميع أنحاء المدن والقرى وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. مديرية الأوقاف في شمال سيناء استلمت الدفعة الثالثة بعدد 7500 شنطة سلع غذائية من وزارة الأوقاف، واللي تم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء، وده في إطار الدور الاجتماعي وإسهامها في خدمة المجتمع لإعادة توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة شمال سيناء. محافظة أسوان شهدت تنفيذ فعاليات وتنظيم عدد 4,250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 25,130 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بلدي أمانة، من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم ومتابعتنا الأعمال. قمة مجموعة العشرين مستمرة أيضا في صباح الخير يا مصر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا.
تابعنا منذ قليل وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي. بتسعى الدول الموجودة في مقر الانعقاد لتحسين أو تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من الرخاء وحل مشكلة الغذاء أو نقص الغذاء، بالإضافة للمشكلة الموجودة في المناخ. احنا تابعنا مع بعض ولسه هنتابع على مدار الحلقة، لكن دلوقتي خلينا نروح لزميلتنا لميا حمدين ونصبح عليها ونعرف منها اخبار الطقس ايه. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع النهارده ان الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا بقالنا كذا يوم بنتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، فهل الموجة دي مكملة معانا ولا خلاص درجات الحرارة العالية بدأت تنحصر؟ بالفعل يمكن احنا تحديدا امس واول امس الخميس والجمعه كان ذروه ارتفاع درجات الحراره وسجلنا درجات حراره مرتفعه بشكل كبير، لكن من اليوم هتبدا تخف حده الموجه او موجه ارتفاع درجات الحراره وتنخفض درجات الحراره حتى لو انخفاض طفيف، لكن هيكون اقل حده من الايام الماضيه. احنا متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى تكون 36 درجه مئويه بانخفاض 3 درجات عن الامس، لكن احساسنا بيها هيظل شديد الحراره خلال فتره النهار في القاهره الكبرى او الوجه البحري او المناطق الموجوده في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن هو اقل حده من اللي احنا شهدناه امس واول امس، فاحساسنا بالطقس هيكون اقل. تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم المحافظات بحوالي من درجتين لأربع درجات. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية بتشهد انخفاض أيضا طفيف في درجات الحرارة، وأجواء حارة على مطروح في الإسكندرية. ده فترات النهار، خاصة إن احنا في طبقات الجو العليا ما زلنا بنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وده اللي بيساعد إن ما فيش أي سحب موجودة وبيساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة كمان فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، الأوقات دي اللي هنبدأ نشعر فيها بالفعل بالتحسن في الأحوال الجوية فترات الليل، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن لو أدي درجات الحرارة الصغرى بدأت تنخفض، كمان هيكون معانا نشاط نسبي للرياح فترات المساء ساعات الليل، نشاط رياح ده في معظم محافظات الجمهورية سرعاته ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، هيقلل إحساس نسب الرطوبة اللي احنا بنشهدها فترات الليل، وكمان هيساعد على تنقيص الأجواء بشكل كبير. يمكن احنا بالفعل في الليالي الجاية على مدار الأسبوع ده كله نشعر بتحسن كبير في الأحوال الجوية فترة الليل، لكن فترات النهار هتظل فيها الأجواء حارة أو شديدة الحرارة. نبدأ نشعر بتحسن في الأحوال الجوية فترات النهار إمتى؟ مع يوم الثلاثاء والأربعاء الجايين إن شاء الله، تدريجيا مع يوم الأربعاء نبدأ نشعر بتحسن في الأحوال الجوية، تبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجي وتعود للمعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام، ونشعر بتحسن في الأحوال الجوية إن شاء الله. تبقى الظاهرة الجوية المؤثرة معانا في وجود المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا هي الشبورة المائية. ما زالت الشبورة المائية بتتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض طفيف في رؤية فترة الصباح الباكر، فمهم جدا ناخد بالنا يعني قائد المركبات والمسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر تكون القيادة بهدوء تام، وهي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي والرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. نحذر بس كل السادة المواطنين، مهم جدا على الأقل في الأربع أيام الجايين مع شدة الأشعة الشمسي أو ارتفاع درجات الحرارة فترة النهار نشكرك. إن احنا نتجنب أشعة الشمس المباشرة. نشكرك، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 36 والصغرى 26، العاصمة الإدارية 36-26، اسكندرية 33-24، العلمين الجديدة 32-25، مطروح 33-24، دمياط 33-25، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 37-25، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 26، العريش 33-24،
كاترين 34/17، طابة 36/26، حلايب 37/29، شلاتين 41/30، شرم الشيخ 41/30، الغردقة 41/30، الفيوم العظمى فيها 39 والصغرى 25، بني سويف 39/25، الوادي الجديد 43/25، أسيوط 40/25، سوهاج 41/27، قنا 43/27، الأقصر 45/28، وأخيرا أسوان العظمى فيها 45 والصغرى 29. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمنا وشاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمنا. ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث المقرر أنها تحصل النهاردة، وحنتابع تفاصيلها في التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر جلسة حوارية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمقر المجلس في ماسبيرو. وعقد من قبل اجتماع رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي 25 و26 سبتمبر، واللي بتنعقد لأول مرة في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ. النهاردة وفقاً لما أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية، هتعقد امتحانات أبناء العائدين من الخارج اعتباراً من اليوم الموافق 9/9/2023 بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بمدينة نصر. وتم تجهيز الامتحانات لكل الطلاب اللي تقدموا إلكترونياً على بوابة الأزهر وحصلوا على أرقام الجلوس، وتم اختارهم بموعد الامتحان والموقع الجغرافي للإدارة من خلال الباركود المدون على استمارة التقدم. النهاردة وفقاً لما حددوا الجدول الزمني الذي أعلنوا مكتب التنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد. وبيستمر إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لمدة 3 أيام في الفترة من السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023. النهاردة والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا، من أهمها مباراة منتخب إنجلترا مع منتخب أوكرانيا الساعة 7، ويلتقي منتخب شمال مقدونيا مع منتخب إيطاليا الساعة 10:15. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب كوسوفو مع منتخب سويسرا. ودلوقتي خلينا نروح للقاء أجرته زميلتنا هبة حسين مع المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. اللقاء تضمن شرح وافي عن اللي تم مناقشته خلال جلسات الحوار الوطني. حوار وطني امتد على مدار أسابيع ماضية وصلت إلى 5 أسابيع، وامتد في أسبوعه السادس بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ورفع التوصيات الخاصة بها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات من سيادته فيما يخص هذه التوصيات. حوار وطني بمبادرة واضحة من السيد الرئيس لمشاركة كافة أطياف الشعب المصري والقوى السياسية المختلفة على طاولة واحدة ومائدة واحدة لطرح الكثير والكثير من الأفكار لبناء الجمهورية الجديدة والاتجاه إلى الجمهورية الجديدة. الشباب كانت حاضرة وبقوة في هذا الحوار الوطني من خلال جلسات المحور المجتمعي، أيضا المشاركة السياسية للشباب والمحور السياسي وحرية التعبير عن الرأي ونظم الانتخابية وكيفية تفعيل هذه النظم على الأرض أي ما كان شكل هذه النظم الانتخابية وتطبيقها في المجتمع المصري والحياة السياسية المصرية، وأيضا المحور الاقتصادي بجنباته المختلفة من ضبط آليات السوق والأسعار، توفير العملة الأجنبية، زيادة الصادرات، تقليل الواردات، آليات فيما يخص الاستصلاح الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في الداخل المصري. عندما نتحدث عن الحوار الوطني الذي لم يصل بعد إلى محطته الأخيرة، بالطبع نقف لنقلب بين الصفحات ما وصل إليه في المرحلة الأولى وما هي الإنجازات التي وضعتها القوى السياسية المختلفة والمشاركون في هذا الحوار. يسعدنا أن يكون معي في هذا اللقاء سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. برحب بحضرتك.
سيادة المستشار. أهلا أستاذة هبة، أهلا بالتلفزيون المصري. أهلا بيك سيادة المستشار. الحوار الوطني كان مبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت الأولى من نوعها الحقيقة داخل المجتمع المصري، إن الكل يقعد ويطرح الأفكار دون غلبة لأحد عن الآخر. شفت التجربة دي إزاي لحد دلوقتي؟ شكرا على الاستضافة. الحوار الوطني زي ما قلنا أكتر من مرة للجلوس لترتيب أولويات مستقبل وبناء مفهوم جديد اسمه الجمهورية الجديدة، ده ما حصلش قبل كده. المجتمع المصري مر بتجارب سميت بالحوار الوطني، كانت لإما لترتيب ملف معين أو لحل مشكلة معينة أو لعبور مرحلة معينة، لكن لترتيب أولويات مستقبل لبلد على محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، دي تجربة جديدة. وإحنا بنقترب من نهايات الحوار الوطني، لابد أن احنا نقول برضو نحن بنقترب من النهايات. لازم أقول أن دي تجربة ملهمة. أي حد حضر جلسات الحوار الوطني بقى عنده تشخيص واضح للمشكلات التي طرح، بقى عنده تصور عام عن الحلول، بقى عنده تصور عام عن المزاج العام. فالتجربة مفيدة، تجربة ملهمة، وأنا أتصور أن هي يعني كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس أن حالة الحوار يجب أن تستمر. في مؤتمر الشباب في برج العرب طرح هذا السؤال وسيادته جاوب عليه بشكل مباشر، يعني إحنا مرضناش، قلنا صاحب الدعوة موجود هو اللي يقول، فسيادته قال حالة الحوار يجب أن تستمر. والحقيقة أن ده رأي سديد، لأن حالة الحوار مفيدة لجميع الأطراف. تواصل دائم، قنوات اتصال دائمة بين يعني القيادة السياسية. حالة الحوار مفيدة لجميع المصر. الأطراف، مفيدة للحكومة، مفيدة لصناع القرار، مفيدة للمواطنين، مفيدة للطبقة المتوسطة، مفيدة للجميع. حقيقة يعني هناك ثلاثة موضوعات تم البت فيها فعليا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للحوار الوطني، ما هي هذه الموضوعات؟ لا هو في بعض من ضمن طبعا لا هو احنا يعني اكثر من 100 توصية طلع بيها المرحلة الأولى للحوار، 129 توصية. هو كان في اتجاهين، خليني برضو ايه اكلمك شوية عن الكواليس. هل احنا نطلع توصيات قليلة ولا نطلع اللي خلص معانا؟ ده رأيين كانوا موجودين في مجلس الأمنة، فإحنا طلعنا كل اللي أمكن التوافق عليه. أي فطلعنا 129 توصية، أعتقد 31 توصية في المجال السياسي، 36 توصية، أنا الأرقام بالدقة يعني تبقى حاجة بسيطة يعني، 36 توصية في المحور الاقتصادي وحاجة 60 توصية في المحور المجتمعي. بإجمالي عدد توصيات 129، فيهم توصيات تشريعية ومعظمهم توصيات تنفيذية أو سياسات حكومية قابلة للتطبيق. فمجموعة كبيرة من المخرجات، مجموعة كبيرة من الموضوعات. طبعا احنا ملاحقين دائما بشائعات فقالوا ايه كده الحوار الوطني قفل وخلص وخلاص والمخرجات اترفعت، فاحنا موجودين النهاردة بشكل استكمال عملي ولسه ما وصلناش للنقطة الأخيرة بموضوعات شديدة الأهمية، بأسبوع مزدحم من الجلسات، وبالتالي الحوار مستمر. حوار مستمر وموضوعات فيها نوع كبير جدا من التشابك، على الرغم من تقسيم المحاور ما بين سياسي واقتصادي ومجتمعي إلا أنها تتشابك مع بعضها البعض بشكل أو بآخر، أو حتى بالعناصر المشاركة فيها، سواء من الشباب، سواء بلجنة الثقافة، سواء من الأحزاب السياسية المختلفة، ممثلي الشباب ممثلين في نواب مجلس، ممثل للشعب المصري مجلس النواب. يعني كل هذه الأمور تجعلنا نتحدث عن صورة كاملة نحو جمهورية جديدة. أنت عندك تشخيص للمجتمع ولمزاجه العام، صورة واضحة، صورة دقيقة، صورة واقعية. يعني حضرتك بتتكلمي عن التشابكات، نضرب مثال. يعني النهاردة مثلا بنتكلم في لجنة الثقافة والهوية، الصناعات الفنية، السينما والمسرح والموسيقى. حضرتك في لحظة من اللحظات كنت ممكن تعتقدي ان احنا بنناقش جلسة حرية الرأي والتعبير وحرية الابداع. صحيح. مع ان احنا لما جينا حطينا في الاول في مجلس الامنة كنا بنفكر ان احنا نناقش حرية الرأي والتعبير مع حرية الابداع.
يعني كان يعني انا دايما في دايما مفيش حدود ولا خطوط فاصله. هناك احنا بنتكلم في علم اجتماعي، فالعلم الاجتماعي متصل ومتشابك. النهارده مثلا احنا بنتكلم عن الشباب، انا بقول لحضرتك اكبر عدد حضور ومتحدثين في كل جلسات الحوار الوطني كان في لجنه الشباب، الاتحادات الطلابيه، معظم رؤساء الاتحادات الطلابيه موجودين، معظم المعنيين بتمثيل الشباب في الجامعات موجودين. الحقيقه يعني تنوع كبير جدا، ما كانش ممكن تقابلي الشباب دول ولا تسمع لهم ولا تقدر تجمعيهم الا في مكان. اللي استوقفني كمان سياده المستشار في لجنه الصناعات الثقافيه او صناعه الثقافه بشكل عام، ونحن نتحدث عن الدراما والمسرح والموسيقى، جمعت بين رواد الفنون المختلفة وشباب الملحنين وشباب الممثلين والفنانين، وبالتالي كان في نوع من الزخم كبير جدا في الأفكار، وحتى فيما يخص الملكية الفكرية والطروحات الخاصة بها وكيفية استغلال التكنولوجيا في مجال الفن والثقافة. أضيف لحضرتك بعد جديد برضو، كل الأبعاد اللي حضرتك ذكرتيها دي كان بينظر ليها إن الثقافة كمنتج، برودكت كسلعة، والثقافة كصناعة. يعني احنا عندنا المنتجين وعندنا المصنعين، عندنا المستهلكين وعندنا المصنعين. يعني الحقيقة يعني انت، انا شايف حضرتك حضرة جزء من المناقشات، وشايفة ان تم مثلا تقسيم الجلسات الجزء بتاع السينما والدراما لوحده، ايوه، علشان نقدر نسمع بتركيز لأصحاب السينما والدراما، الجزء بتاع الثقافة بتاع الموسيقى لوحده، والجزء بتاع المسرح لوحده. حقيقة التقسيمة دي نفسها ادت عمق، وان احنا ممكن نجيب الموسيقى على المسرح على السينما، لكن مشاكل ده غير مشاكل ده غير مشاكل ده، تخصص ده غير تخصص ده غير تخصص ده. يعني وكلها صناعة وكلها قوى ناعمة وكلها يحتاجها المجتمع بشكل قوي جدا لتربية الوجدان والسمو بالنفس. تعديل السلوك الإنساني وبناء الإنسان كانت من الموضوعات المهمة جدا، أو يمكن من الهدف الرئيسي في الحوار الوطني، إن أنا إزاي أخلق مجتمع صحيح. إزاي قدر الحوار الوطني بالمراحل المختلفة اللي عدت بيها من جلساته إن احنا نوصل لخطوات فعالة وآليات للتنفيذ على الأرض؟ رقم واحد إنك تعرف إن في مشكلة وتحددها وتشخصها، رقم اتنين إن انت تعرف مكانها فين، رقم ثلاثة وده الأهم إن في توافق يعني يكاد يكون كاسح، إن انت لازم تستهدف الطفل في مرحلة التكوين أكيد، والشاب في مرحلة التعليم، هي دي المرحلة اللي انت ممكن يا إما تخلق منه المواطن الصالح المنتج النافع لبلده والوطنه، أو أن أنت تفقده. والحوار الوطني المداخلات والمناقشات كلها كانت بتركز على المعنى ده، فالمعنى ده بقى أصبح واضح جدا. يعني طبعا في مشكلات آنية اقترح حلولها، في حاجات محتاجة تمويل، في حاجات محتاجة قرارات تنفيذية، لكن الأهم كله يجب التركيز على الشباب والنشأ، لأن هو ده اللي بيكون الهوية، هو ده أهم صحيح. أهم مرحلة إن أنت تقدر تخلق بيها جيل، الجيل ده يعني سند لبلده، داعم لوطنه، مدرك وواعي للمشكلات ولا لأ، لأن أنت لو ربيته على الفهم السليم ما تخافش عليه بعد كده. صحيح، والتأثير على المدى الطويل لأجيال قادمة. إزاي قدر ينجح الحوار الوطني في تقديم توافق لكافة المشاركين وما يبقاش في نوع من أغلبية وأقلية؟ ده لفظ مش موجود في الحوار الوطني. عبقرية الحوار الوطني كانت في إن ما فيش فيه تصويت. في لحظة من اللحظات لما الناس سمعت كده قالوا لا لا لا، دي هتبقى مكلمة، مش صحيح. المكلمة إن يبقى في أغلبية وأقلية، إحنا ما بناخدش قرارات. لو في قرارات، لو إحنا أخدنا تصويت، يبقى الرأي الضعيف أو الرأي القليل ده ملوش قيمة. إحنا قلنا إن كل رأي له احترامه، وكل رأي بيتمتع بنفس عدد الدقائق ونفس الفرصة المسموحة. صحيح، وده شفناه فعلا لأي شخص. فكرة التوافق وفكرة إن لكل الآراء احترامها وفكرة إنك بترفع الآراء كلها للسيد الرئيس،
هي اللي ادت للحوار الوطني هذا الثراء. فالحقيقة ليه؟ لأن الحوار الوطني مش جهاز إصدار قرارات، هو جهاز كشف رؤى. مجلس النواب يستطيع أن هو يبقى فيه يعني تصويت لأنه بياخد قرارات، الحكومة يبقى فيها تصويت لأنها بتاخد قرارات. أرضية الحوار الوطني أوسع شوية، وفي نفس الوقت هي بتقدم الرؤى دي كلها للأجهزة التنفيذية وللأجهزة التشريعية، وفي الآخر القرار للأجهزة المعنية. سيادة المستشار، في جزء من الأفكار والمقترحات اللي تم وضعها على طاولة الحوار الوطني هتحتاج ربما لمظلة تشريعية، إيه الإجراءات اللي هتتخذ في هذا الصدد فيما يخص ما يحتاج إلى التشريع؟ هضرب لحضرتك مثلا مثال، احنا بنتكلم عن التعاونيات أو العمل الأهلي أو مفوضية منع التمييز أو تعديلات قانون مباشر الحقوق السياسية أو التمثيل في الانتخابات، التمثيل قانون توزيع المقاعد بتاع الانتخابات المحلية. هذه الموضوعات بطبيعتها تحتاج إلى قوانين. أي في حاجة، في تصور من اثنين، بعض التصورات الحوار الوطني رفع بها نصوص تشريعية متكاملة، فدي مرفوعة لمقام السيد الرئيس. السيد الرئيس ممكن يا إما يحلها للحكومة لدراستها، أو الحكومة تحلها للبرلمان، أو أحد من السادة النواب يتبنى المقترحات دي ويقدمها باسمه على خلفية من طرحها في الحوار الوطني. وفي بعض الموضوعات الأخرى فضلت إدارة الحوار الوطني إنها ما تقترحش نصوص تشريعية متكاملة فيها، وهي قصدها كده. ليه بقى؟ علشان تحل الحكومة لدراسة البدائل المختلفة لكل نص تشريعي. يعني أحياناً في بعض الموضوعات بتحتاج فعلاً الحكومة بما لديها من بيانات وإحصائيات ومعلومات على الأرض علشان تقدر تصوغ النص التشريعي. فدي الحوار الوطني ما قدمش فيها مقترحات تشريعية متكاملة قاصد ده، علشان يترك حرية التقدير للحكومة بما لديها من معلومات. طيب المسار الطبيعي، لكن الطرح متوفر وموجود، موجود وبأفكاره، ومش عاوز أقول لحضرتك أن نصوصه كمان كانت موجودة، لكن الحكمة كانت تقتضي أن أنت لا تغلق على الحكومة أبواب الاختيار من البدائل. يعني المصلحة الوطنية تقتضي أن أنت برضو لا تصادر على الأجهزة أو الجهات المعنية، أنت لازم برضو تترك له، لأن الصورة مش عندك مش كاملة. هو ممكن الصورة تبقى عنده أوضح لأن هو عنده البيانات وعنده المعلومات وعنده الإحصائيات وعنده المعلومات اللي مش عندك. فإحنا قدمنا النموذجين، في بعض التشريعات متكاملة لما يبقى التعديل واضح، مباشر الحقوق السياسية مثلا تعديلات تشريعية واضحة، قانون مفوضية التمييز لا، حطينا الأفكار على الرغم من أن التعديلات التشريعية متوفرة لدى الحوار الوطني، لكن الحكمة كانت تقتضي أن أنت تترك للحكومة حرية الاختيار ما بين البدائل المختلفة بما لها من سلطة وبما تتحمله من مسؤولية وبما لها من معلومات. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا اللقاء، سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، شكرا يا فندم. أهلا وسهلا حضرتك. إذن مشاهدينا، كما كنا متابع في بداية الحلقة، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي. هذه المرة تضع مصر كالمعتاد كضيف شرف بجانب مجموعة كبيرة من الدول. يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي أجندة للمشاركة في هذه القمة، فبالإضافة طبعا إلى حضور فعاليات هذه القمة بجلساتها المختلفة يتحدث فيها عن هموم القارة الأفريقية ومشاكل القارة الأفريقية وما تعانيه القارة، سواء في مسألة الأمن الغذائي أو مسألة التغيرات المناخية. أيضا هيكون لي لقاءات وهيكون في اجتماعات ثنائية تعقد على هامش أعمال هذه القمة. طبعا القمة تعقد على مدار يومين، النهاردة وبكرة هيكون فيها فعاليات كتيرة وهيكون فيها تفاصيل كتيرة، بكل تأكيد هنتابع مع حضراتكم هذه الفعاليات. هذه القمة في المقام الأول كانت تعنى بالمسائل الاقتصادية والأزمات المالية، لكن تحولت بعد كده إلى مستوى الرؤساء، رؤساء الدول ورؤساء الحكومات. طبعا وصل وكنا بنتابع وصول القادة والزعماء، قادة الدول وأيضا رؤساء الحكومات المشاركين في أعمال هذه القمة في هذه النسخة، الدول مجموعة الـ20 بالإضافة إلى الدول الأخرى التي تمت دعوتها للمشاركة. البعض يرى بأنه هتكون في مسائل خلافية كثيرة لأنه عندنا أزمات متعددة ومتلاحقة في هذه النسخة، لا يوجد هناك توافق. حضور بارز للرئيس الأمريكي في ظل غياب الرئيس الصيني وكذلك الرئيس الروسي، مسائل متعددة و
خلافية، لكن احنا بكل تأكيد هنكون في متابعة مستمرة بالقراءة والتحليل أيضا لفعاليات هذه القمة في هذه النسخة. مشاركة لأكثر من 30 رئيس دولة وكبار مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والدول المدعوة ونحو 14 رئيس منظمة دولية في قمة تأتي تحت شعار أرض واحدة عائلة واحدة ومستقبل واحد في وقت تطورات عالمية فارقة أبرزها الأزمة الأوكرانية. لكن من المقرر أن تطالب مصر بتقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة التداعيات السلبية في الاقتصاد والغذاء والطاقة. أيضا مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وده طبعا في ضوء أهمية مشاركة مصر في قمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالهند بطبيعة الحال. طبعا نكون مع حضراتكم في متابعة مستمرة لفعاليات هذه القمة التي يشارك فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي معاد موجز لأهم الأخبار مع لميا. شكرا لك شازلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهند الرئيس الحالي للمجموعة ناريندرا مودي. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، وكذلك العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند. ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف. أفادت مسودة طلعت عليها وكالة رويترز للأنباء بشأن الإعلان الذي سيصدر عن مجموعة قمة العشرين بأن الاتحاد الأفريقي سيصبح عضوا دائما في المجموعة خلال قمة المجموعة في نيودلهي. أعربت مصر عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية، مما أسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق. أعلنت وزارة الداخلية المغربية مصرع 296 وإصابة 153 آخرين جراء زلزال قوي ضرب إقليم الحوزة. وأعلن معهد المغرب للجيوفيزياء التابع للمركز المغربي للبحث العلمي والتقني أن الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر وقع في إقليم الحوزة على عمق حوالي 8 كيلومترات. بدورها طالبت وزارة الدفاع المغربية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والتواجد في أماكن آمنة خشية وقوع هزات ارتدادية. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية والوصول إلى السلام ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس الأوكراني وجه الشكر لولي عهد السعودية على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة، وذلك لبحث الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة في هذا الشأن.
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن الوزير يوشيماسا هاياشي سيلتقي اليوم نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا في العاصمة الأوكرانية كييف. وأوضحت الوزارة في بيان أن هاياشي سيؤكد مجددا خلال محادثاته مع كوليبا دعم اليابان الثابت لأوكرانيا، وسيتحدث عن مشاركتها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. أكدت روسيا أن مبادرة معالجة الحبوب الروسية في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب، بل تهدف إلى تقديم المساعدة للدول المحتاجة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فراشلين أن الجانب الروسي سيأخذ في عين الاعتبار أولا وقبل كل شيء احتياجات الدول الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن عمليات التنفيذ العملية لمبادرة روسيا لتوفير مليون طن من الحبوب للدول الأكثر احتياجا قد بدأت بالفعل. كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن رفضه منح كييف إمكانية الوصول إلى شبكة اتصالات ستارلينك الخاصة به، وهي شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية توفر خدمات الإنترنت فوق شبه جزيرة القرم، وذلك لتجنب المشاركة في عمل حربي كبير على حد تعبيره. وأوضح ماسك أنه رفض طلبا من أوكرانيا لتفعيل شبكته ستارلينك للأقمار الصناعية في مدينة ستافول السياحية في شبه جزيرة القرم العام الماضي لاستخدامها في شن هجوم على الأسطول الروسي هناك، وذلك خوفا من التورط في عمل كبير من أعمال الحرب. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كوريا الشمالية أقامت عرضا شبه عسكري في العاصمة بيونغيانغ، وذلك بمناسبة الذكرى 75 لتأسيسها. وقالت الوكالة أن زعيم الكورية الشمالية كيم جونغ أون حضر العرض. رياضيا، أجرى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبات متنوعة، حيث تم تقسيم اللاعبين على مجموعتين خلال معسكره الجاري بالعين السخنة استعدادا للقاء نظيره الروسي الاثنين المقبل باستاد السويس. وفي التجربة الروسية الثانية له ضمن برنامج إعداده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأسفرت الودية الأولى عن تعادل المنتخب الأولمبي مع منتخب روسيا للمحليين، وأيضا أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا في الودية الأولى تدريبات بملعب وادي دجلة. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। إذن كما كنا نتابع، انطلقت بالفعل أعمال هذه القمة، قمة مجموعة العشرين، بدأها طبعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالحديث عن أعمال هذه القمة في هذه النسخة، باعتباره طبعا هو الرئيس الحالي لهذه المجموعة. تعقد هذه أو هذا المؤتمر وهذه القمة في ظروف دولية غاية في الحساسية وظروف دولية استثنائية الحقيقة، وكنا بنتابع منذ قليل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد هذه القمة ومشاركته في جلساتها. وبالتأكيد طبعا هيكون في لقاءات ثنائية تجمعه مع عدد كبير من قادة دول المجموعة، كذلك القادة الذين تم دعوتهم بالفعل إلى حضور هذه أعمال هذه القمة، قمة مجموعة العشرين. هيكون في لقاءات ثنائية على هامش طبعا مشاركة الرئيس في هذه القمة. المهم، الرئيس السيسي هيكون ضيف الشرف الرئيسي في أعمال القمة. تابعنا منذ قليل وصوله إلى مقر القمة. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين. بنرحب بالدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير عليك يا دكتورة منى، وصباح الخير عليك شاذ. يا أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين، إيه دلالات حضور مصر وحضور الرئيس السيسي كضيف شرف في أعمال قمة العشرين؟ يعني بالطبع هذا التوقيت وهذه المشاركة من جانب مصر والرئيس السيسي في قمة العشرين تأتي بعد أيام قليلة من إعلان مصر الانضمام رسميا إلى تجمع البريكس،
وعندما نقارن تجمع البريكس وتجمع العشرين أو مجموعة العشرين فعلا نقول أنه تقريبا 95% من الاقتصاد العالمي، وبالتالي الدلالة هنا بتعكس الانفتاح المصري على التجمعات الاقتصادية الدولية بما يعظم المصارف المصرية، بما يفتح أفاق جديدة أمام التنمية في مصر وأمام الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وفي المشروعات التنموية العملاقة في مصر في ظل انطلاق مصر الاقتصادي. الدلالة الثانية أيضا بتعكس أيضا أهمية وثقل مصر الاقتصادي كدولة في منطقة الشرق الأوسط، كدولة في أفريقيا، دولة تمثل دولة مفتاحية بالنسبة لأهم منطقتين أيضا في العالم الآن. أيضا الدلالة الثالثة بتعكس أيضا السياسة الخارجية المصرية الرشيدة الفاعلة والنزيهة المنفتحة لكل الدول في ظل عالم يموج بالاضطراب، عالم من الاضطراب، حتى في ظل توقيت انعقاد القمة وغياب كل من رئيسي الصين وروسيا في هذا المناخ العالمي يأتي وتأتي أهمية مشاركة مصر باعتبار أنها تعبر عن تيار الوسطية والاعتدال في العلاقات الدولية، تيار الحياد الإيجابي، التيار الذي يدعم ويعزز مفهوم التعاون المشترك بين الدول في إطار معادلة الكل رابح رابح، وبالتالي هي تعكس دلالات مهمة، تعكس أيضا أن هناك حرص وإدراك من جانب القوى الكبرى، القوى الاقتصادية، الهند تحديدا التي دعت مصر باعتبارها المنظف والمستضيف القمة كضيف شرف رئيسي، بتعكس أيضا قوة ومتانة وحيوية العلاقات المصرية الهندية، وبالتالي هذه المشاركة بتعكس أن مصر الآن تسير على مسارين، مسار تعظيم المصالح المصرية التنمية في الداخل، تعظيم دور مصر الإقليمي، ثم المسار الآخر وهو المتعلق بالدفاع عن قضايا الدول النامية، قضايا الإفريقية، ونضيف أيضا مسار ثالث متعلق بضبط تفاعلات النظام الدولي الحالي الذي يشهد حالا من الاستقطاب غير الحد حقيقة، والتي طبعا أثرت سلبا على مفهوم العمل الجماعي الدولي، وبالتالي هنا السياسة الحيادية الإيجابية المصرية، القوة الاقتصادية المصرية الصاعدة، أيضا موقع مصر في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وثوابت السياسة الخارجية المصرية كلها تمثل حقيقة دلالات وثقل مصر، وهذا الاهتمام وهذا الانفتاح وهذه المشاركة وهذا العائد والمخرجات من هذه المشاركات والانفتاح على هذه التجمعات الاقتصادية الكبرى. طيب دكتور أحمد، أجندة سيادة الرئيس مليئة بالأنشطة والفعاليات وتتصدرها طبعا التحديات التي تواجه القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، وهناك حديث مستمر عن ضرورة دمج الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي، وبالأمس تابعنا طبعا مطالبات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بضم الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في هذه المجموعة. كيف يمكن للاتحاد الأفريقي ودول القارة الأفريقية أن تستفيد من وجوده؟ في الواقع استاذ محمد هذا نقطة مهمة. لماذا؟ لأن يعني ربما على خلاف حالة حتى الاختلاف والتباين بين القوى الكبرى، يعني ما نسميه المعسكر الآن الغربي بقيادة أمريكا وحلفائها والمعسكر الشرقي روسيا والصين وتباينهما واستقطاب بينهما في كثير من القضايا، إلا أنهما متفقان ومتوافقان، ربما تكون القضية الوحيدة التي يتفقان عليها وهو اهتمام بأهمية إفريقيا، ضم الاتحاد الإفريقي كعضو في مجموعة العشرين باعتبار أن إفريقيا الآن هي القاطرة الاقتصادية العالمية التي كل يتعلق بها للبحث عن التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة بعد جائحة كورونا وبعد الأزمات الاقتصادية العالمية. إفريقيا الآن الكل هناك تنافس دولي، هناك أهمية استراتيجية سواء بمواردها الطبيعية، مواردها البشرية، وهنا حقيقة يبرز هذا الدور المصري وهذا الجهد المصري الآن الذي هو نتاج حقيقة للتحركات المصرية خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بوضع إفريقيا في مكانها الصحيح، أو فيما يتعلق بإعادة هيكلة العلاقات والمعادلات الدولية التي تربط إفريقيا بالعالم. بمعنى كانت العلاقات في السابق والمعادلات تقوم على أن إفريقيا مجرد سوق لتصريف منتجات الدول المتقدمة، مجرد مصدر للمواد الخام، أيضا إضافة طبعا إلى المشكلات والصراعات التي فيها. الآن هناك مفهوم جديد يقوم على فكرة التمكين الاقتصادي لإفريقيا، فكرة الشراكات الاقتصادية، ولهذا وجدنا تطابق دولي، القمة الإفريقية الهندية كانت في دلهي العام الماضي، ثم القمة الإفريقية الصينية واليابانية والأوروبية والأمريكية وغيرها بتعكس حقيقة حالة من هذا السباق الدولي. وفي هذا الإطار هنا يأتي الدور الإفريقي في تعظيم والاستفادة من هذا التنافس الدولي على إفريقيا من خلال أولا بناء شراكات مع كل القوى دون دخول في حالة الاستقطاب العالمي. الأمر الثاني هو بناء علاقات قوية تقوم على التمكين الاقتصادي والمساعدة في تحقيق التنمية كمدخل مصر فيما يتعلق مثلا بمواجهة مشكلات القارة، الهجرة غير المشروعة، الإرهاب،
وغيرها من المشكلات من خلال تكثيف بيئه هذه التحديات، من خلال تحقيق التنميه في افريقيا، توظيف مواردها الطبيعيه، حشد دعم الدول الكبرى لمساعده الدول الافريقيه ليس فقط ماليا ولكن مساعدتها تكنولوجيا، مساعدتها في مشروعات التنميه، جذب استثمارات فيما يتعلق بالتحدي الاكبر الان وهو التيارات المناخيه، باعتبار ان افريقيا هي المتضرر الاكبر حقيقه من هذه التيارات المناخيه، رغم انها غير مسؤوله تماما عن هذه الانبعاثات التي مسؤوله عنها بالطبع الدول المتقدمه والصناعيه. وبالتالي وجود افريقيا في هذا المحفل وهذا الرؤيه المصريه حقيقه تمثل اهميه كبيره، سيكون لها عوائد مهمه فيما يتعلق بتحقيق التنميه في القاره، فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار، فيما يتعلق به ايضا كون افريقيا الان هي تعد في قلب اجنده التنميه العالميه في ظل حاله من طبعا يعني الاختلافات بين الدول الكبرى. واعتقد ان هنا يبرز الدور المصري، وانا في اعتقادي ان سيكون جزء كبير من كلمه الرئيس السيسي ومشاركاته ومحادثاته وفي فعاليات القمه ستكون بالطبع افريقيا ستاخذ حيز كبير، باعتبار ان مصر هي من الدول المدافعة عن قضايا العالم النامي فيما يتعلق بقضايا مثل التمويل الدولي وسهولة وصول التمويل، فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، فيما يتعلق بتنفيذ الدول الكبرى مسؤولياتها، فيما يتعلق بمخرجات قمة المناخ في كوب 27 متعلقة بصندوق الأضرار عن الخسائر، و يعني توصي هذه الدول باستماتها في يتعلق بمساعدة الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، فيما يتعلق بتمكينها للتوسع في الاقتصاد الاخضر والهيدروجين الاخضر، كلها تمثل قضايا حاليه مهمه، لان التغير المناخي الان يعني يمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين، وافريقيا مضره، واعتقد ان جزء من الاستراتيجيه الدوليه هي متعلقه بتمكين الدول الافريقيه انطلاقا من مصلحه عالميه في ان هناك تهديد للكوكب، وان الدول الغنيه والمتقدمه التي تمثل طبعا في مجموعه العشرين التي تستحوذ على 85% من الاقتصاد العالمي، حجم الناتج العالمي، ثلثي التجارة العالمية، أكثر من نصف مساحة الكرة الأرضية، أكثر من ثلثي سكان العالم، كلها بتعكس أهمية هذا التجمع وأهمية الوصول والاتفاق على مخرجات مهمة فيما يتعلق بقضايا الدول النامية، الدول الأفريقية، أو ما نسميه قضايا الجنوب العالمي. وبالتالي ستكون جزء من مشاركات الرئيس السيسي في هذا الاتجاه، وهو حقيقة أحد المسارات المهمة للسياسة الخارجية المصرية، وهو الدفاع عن الدول النامية، الدفاع عن قضايا العالم الثالث، إضافة طبعا إلى المسار الأساسي وهو الدفاع عن المصالح المصرية. مشاركة الرئيس السيسي ستكون في إطار دعم مصر، عرض الفرص الاستثمارية، لقاءاته مع شركات أو كوبريات شركات الأعمال المشاركة في هذا التجمع العالمي المهم، فيما يتعلق أيضا بعرض كيف للتجربة المصرية في التنمية، في الإصلاح الاقتصادي، في جذب مزيد من الفرص، في محور التنمية، في المشروعات القومية العملاقة، في ايضا فيما يتعلق بالتهديدات الاخرى السياسيه، الارهاب، قضيه الاستقرار في المنطقه، كلها تمثل اهميه. واعتقد ان جزء من مصالح الدول الكبرى في الشرق الاوسط وافريقيا هي تعرف ان هذه المصالح تتحقق من خلال التنسيق مع الدوله المفتاحيه وهو الدور المصري في الشرق الاوسط وافريقيا. الهند بتركز في أجندة القمة لهذا العام على القضايا الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي، بتشمل التحديات الكبرى زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن التنمية الخضراء، الحفاظ على المناخ في الكوكب، تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، البنية التحتية والرقمنة، محاربة الفقر، كل دي على قائمة أولويات الدولة المصرية. فأعتقد أن ده ممكن النهاردة يفرق جداً أثناء عرض ونقاش مثل هذه القضايا. بالطبع دكتورة منى، لأن حتى شعار القمة هو يعني أرض واحدة، شعب، مستقبل واحد، بمعنى آخر أن التحديات الآن بقت تحديات كونية، يعني بمعنى أنها تسوق كل الدول، ولا توجد دولة بمنأى عن هذه التهديدات وهذه التحديات، خاصة أثار التغيرات المناخية. رأينا كيف الأمراض العالمية مثل كورونا أصابت الكرة الأرضية، حتى الهزات الاقتصادية الكبرى في النظام الدولي الاقتصادي أيضا تصيب كل الدول، وبالتالي بالمنطق أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تواجه هذه التحديات، ومن ثم بالطبع لابد أن يكون هناك تعاون جماعي دولي. هنا بيأتي أصلا المفهوم المصري في تأسيس هذا المفهوم، فكرة بناء إجماع عالمي، تعاون عالمي للقدره على مواجهه هذه التحديات التي تواجه كوكب الارض، من خلال طبعا التوسع في الاقتصاد الاخضر والطاقه النظيفه المتجدده. واعتقد ان مصر قدمت تجارب مهمه في سيعرضها الرئيس السيسي في هذا التجمع، متعلقه بالاقتصاد الاخضر والتوسع في مصادر الطاقه النظيفه، الطاقه الشمسيه، يعني نذكر هنا محطه بنبان في اسوان اكبر محطه طاقه شمسيه، ايضا تمثل اهميه كبيره. ايضا مصر تحول لمركز اقليمي لهذه الطاقه المتجدده التي تعكس جزءا من الاستراتيجيه العالميه
لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل البعثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني صفر في العقود القادمة. ولذلك هنا تبرز أهمية بالطبع الرؤية المصرية والرؤية التي عرضها الرئيس السيسي سواء في قمة كوب 27 في المناخ أو في التجمعات الأخرى. وأعتقد الآن في هذا التجمع العالمي الكبير هنا تبرز الرؤية المصرية كأحد المسارات المهمة في مواجهة هذه التحديات. ولذلك القمة الهند ومصر هنا يبرز هنا حقيقة التعاون المصري الهندي وتوافق الرؤى فيما يتعلق بتبني سياسة الحياد فيما يتعلق ببناء أرضية مشتركة أو دائرة مشتركة وسط هذا الاستقطاب العالمي، وهذا الذي أثر سلبا طبعا على الاقتصاد العالمي، أثر على قضايا الاتحادات الكونية خاصة الاستقطاب ما بين الدول الكبرى أمريكا وروسيا، أمريكا والصين وحلفائها، وهذه العسكرة في الأطراف الدولية والاستقطاب أثر سلبا على الأرض، أثر سلبا على القضايا العالمية. ومن هنا يبرز هذا التوجه الذي تقوده مصر حقيقة والهند فيما يتعلق بتبني سياسة الحياد الإيجابي، فيما يتعلق ببناء توافق عالمي حول هذه التهديدات وهذه القضايا. وأعتقد أن كلمة الرئيس السيسي أيضا وكلمة رئيس وزراء نريندرا مودي تكون في هذا الاتجاه الذي يقول أو مفاده أن العالم في خطر، وأن ما لم ينتبه الدول الكبرى وتقف أو تتراجع عن هذه الاستقطابات وهذه الصراعات وهذه العسكرة في العلاقات الدولية ستتضرر الجميع، وبالتالي هناك درجة انذار لابد من التحرك. وهنا بتبرز الرؤية المصرية بالتنسيق مع دولة الهند كدولة أيضا توافق في مصر في السياسات. صحيح بكل تأكيد. وإحنا هنتكلم معك يا دكتور أحمد في طبيعة العلاقات المصرية الهندية، كنا لسه في بداية الحلقة كمان بنتكلم عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير من هذا العام ومشاركته في الاحتفال بعيد تأسيس الجمهورية، جمهورية الهند، واللي وافق الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية ما بين مصر والهند. لكن وإحنا لسه بنتكلم دلوقتي عن أعمال هذه القمة وهذا التجمع الكبير، مصر تمت دعوتها بالإضافة إلى 9 دول أو 8 دول أخرى للمشاركة كضيف شرف في هذه القمة، ده ممكن ينعكس بإيه على صورة مصر وعلى علاقات مصر الدولية؟ بالطبع هو اولا بيعكس دلالات مهمه استاذ محمد، ان مصر الان هي من الدول المسماها الدول الصلبه في النظام الدولي، لان طبعا ان هناك تحديات كثيره وهناك صراعات وهناك مشكلات تبرز الدوله المصريه الصلبه برؤيتها السياسيه الرشيده، برؤيتها تجربتها الاقتصاديه القويه والتي تسير بخطى ثابته فيما يتعلق ببناء الاصلاح الاقتصادي، تحقيق معدلات نمو رغم التحديات العالميه حتى بشهاده المؤسسات والبنك الدولي. الامر الثاني بتعكس ايضا ان هناك انفتاح من التجمعات الاقتصاديه الكبرى على بناء شراكات مع الاقتصادات الواعده مثل الاقتصاد المصري، بتعكس ايضا في العلاقات الدوليه سياسه مصر الرشيده في الانفتاح لكل الدول، مصر لا تدخل في استقطاب، مصر لا تنحاز لشراكه ضد شراكه اخرى او تستبدل شراكه مع دوله او مع تجمع او مع قوه بشراكه مع قوه اخرى، ولكن مصر منفتحه للجميع بما يعظم المصالح المصريه. وهذه الطفره حقيقه في السياسه الخارجيه المصريه في عهد الرئيس السيسي في السنوات العشر الماضيه فيما يتعلق بتنويع السياسه الخارجيه، دوائر السياسه، تنويع الشراكات على كل الدول في افريقيا، في امريكا اللاتينيه، في اوروبا، حتى اوروبا الشرقيه ووسط اوروبا التي شهدت طفره كبيره، ومطبعه فيشغراد وتجمع هيئه التعاون المصري اليوناني، ايضا حتى في متعلق باسيا ليس فقط القوى الكبرى في اسيا ولكن ايضا كل القوى الناشئه، راينا الرئيس يزور اذربيجان وارمينيا، الانفتاح على الهند طبعا في احد الاقتصادات الكبرى، والهند الان تحتل المركز الخامس عالميا للاقتصاد بعد ان صاحت به بريطانيا، وبالتالي هذا بيعكس في العلاقات الدوليه الوزن والثقل الاقتصادي لمصر، بيعكس ايضا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصاديه وايضا القضايا السياسيه والقضايا البيئيه والقضايا والتحديات الكونيه فيما يتعلق بمجموع كوب 27، كيف ان مصر في وسط هذا الاستقطاب قادت طيار عالمي نحو مواجهه التغيرات المناخيه، كل هذا بيعزز حقيقه من دور مصر كدوله مهمه في انه في نظام دولي حقيقه يمر بمرحله من السيوله، هناك يعني الان تحول من الاحداث القطبيه الى التعدديه القطبيه، هناك صراعات، هناك استقطابات، هناك يعني هناك راينا توترات، يعني الازمه الروسيه الاوكرانيه المستمره وغيرها في شرق اسيا، الان هناك بؤر ربما للتوتر، كل هذا حقيقه بيعكس ان هناك الان حاجه الى دول ما نسمى الدول الرشيده التي تقوم على انحياز السلم الدولي، انحياز التعاون الدولي، حل المشكلات والصراعات بطريقه سلميه في اطار احترام القانون الدولي، ايضا فيما يتعلق بدول ترى رؤيتها تقوم على التعاون الدولي باعتبار ان الكل سيربح من هذا التعاون، ايضا فيما يتعلق بالتعاون في مواجهه التحديات الكونيه، كل هذا حقيقه بيعكس دلاله يعني دعوه مصر، وايضا كما اشرنا الى بعد ايام قليله من الانضمام رسميا لتجمع البريكس، هذا التجمع ايضا الذي يمثل ايضا تجمع مهم، نصف 30% من حجم الناتج العالمي، اكثر من 43% من سكان العالم،
يعني 5% 5.25% التجارة العالمية، كل هذا بيعكس حقيقة أن مصر تسير في اتجاهها الصحيح، أن مصر الآن تتعزز في الجمهورية الثالثة، أن الرئيس السيسي وقيادته للمشروع التنموي للنهضة الشاملة في مصر يأتي في ثماره حقيقة. وأيضا النقطة المهمة هي الربط ما بين السياسة الخارجية وهذا الانفتاح وهذا التحركات الدولية وبين التنمية في الداخل، بمعنى أن القوة ما بين قوة السياسة الخارجية بتنعكس على قوة الاقتصاد، وأيضا العكس، قوة مصر الاقتصادية ونجاح برنامجها في الإصلاح الاقتصادي واقتصاد ناشئ بيعزز أيضا من دورها في السياسة الدولية وفي العلاقات الدولية. وهذا المشروع المتكامل الذي يقوم على هذه المسارات التنموية والمسارات السياسية أيضا فيما يتعلق بمواجهة التهديدات، يعني رأينا حتى مشكلة مثل الهجرة غير المشروعة والإرهاب، كيف أن في كانت التجربة المصرية والرؤية المصرية هي الأفضل وهي أكثر نجاعة في محاربة هذه التحديات من خلال تكثيف بيئة المواجهة الشاملة للإرهاب، تكثيف بيئة الهجرة غير المشروعة من خلال تسوية الصراعات والحروب في الشرق الأوسط في إفريقيا، تكثيف بيئة الفقر، كل هذا حقيقة أعطى ثقة لمصر وأعطى مردود أيضا إيجابي. الآن مصر في مجموعة العشرين هناك مزيد من الشركات الاقتصادية، جذب التكنولوجيا، كل هذا في نهاية المطاف سينعكس على المواطن المصري والاقتصاد المصري، لأن مشروعات جديدة، استثمارات جديدة تعني تقليل معدلات البطالة، تعني أيضا دفع الاقتصاد المصري، وحقيقة هذا هو نتاج السياسة المصرية، يعني هذه المشاركات وهذا الانفتاح وهذه الفعالية وكل هذا بيعكس مردود السياسة المصرية الرشيدة الفاعلة في خلال السنوات الماضية. طيب، دعوة الهند لل 19 أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة لتواجد الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودعوة 9 دول كما قال شاذلي إضافية عن 19 اقتصاد أو 19 اقتصاد مهيمن على العالم، بالإضافة لدعوة الهند المرة دي كمان للعديد من المنظمات، يعني زي منظمة اليون، صندوق النقد الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة الدولية والعمل الدولي وغيرهم. هل ده بيهدف لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم بحيث أن عندما يتوصلون إلى اتفاقات أو يتوصلون إلى قرارات يتم وضع المجتمع الدولي ككل أمام مسؤولياته ويتم تنفيذ هذه الاتفاقات أو هذه القرارات؟ يعني في الواقع دكتورة منا هذا سؤال مهم. لماذا؟ لأن مثل هذه التجمعات وهذه المؤتمرات وهذا الحشد وهذه المشاركات الضخمة والمتنوعة ليست تضم تقريبا تضم كل الفاعلين في العالم، سواء فاعلين سياسيين او فاعلين اقتصاديين او منظمات مجتمع مدني او منظمات دوليه للامم المتحده او منظمات اقليميه، هي فرصه مهمه لفتح اليات الحوار والتلاقي، لان غياب الحوار او انسداد قنوات الحوار هذا بيؤدي الى مزيد من التداعيات السلبيه، وبالتالي يعني ربما هذا الحوار وهذا التجمع وعرض المشكلات الكونيه وعرض المشكلات العالميه، تغيرات المناخ، مشكلات التمويل الدوليه، مشكلات التنميه المستدامه، مشكلات الاقتصاد العالمي كلها، وعرضها وطرح راي مختلف بشانها يمثل اهميه كبيره، لانه يمثل يكبح على الاقل يكبح حته الاستقطاب الحاده والتباعد ما بين القوى الكبرى الذي اثر سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى القضايا العالميه، وبالتالي يمثل نقطه مهمه. النقطه الثانيه انه ايضا يبني توافق في اطار بناء اجماع عالمي من كل القوى، يمثل عامل ضغط على الدول الكبرى التي تدخل في حاله من الاستقطاب لدفعها نحو مره اخرى الى الانخراط في التيار العالمي القائم على تعزيز مفهوم العمل الجماعي الدولي، تعزيز مفهوم او دور الامم المتحده كتنظيم دولي معبر عن الجماعه الدوليه، ايضا ضغط عليها في اتجاه على الاقل وقف وكبح ربما هذه الاستقطابات وهذه العسكره والعمل على اتجاه تسويه الازمات والصراعات التي الان تؤثر على كل الدول، يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه لم تؤثر فقط على طرفي الازمه ولكن اثرت على العالم كله، اثرت على الدول الناميه، اثرت على الامن الغذائي، ايضا ما يحدث الان في شرق اسيا من توترات واستقطابات لو قدر الله لو حدث نوع من اشتعال بؤره سيؤثر سلبا على العالم ان يتحمل ازمات جديده، وبالتالي مثل هذه التجمعات وهذه القمه وهذه الرؤى ودور مصر ورؤى مثل الهند والدول التي كانت يعني لديها باع كبير في سياسه الاتحاد الايجابي، كل هذا بيمثل عوامل مضاده كابحه لهذه الانحرافات وهذه هذا الاستقطاب في النظام الدولي، وبالتالي سيكون ده عامل مهم على الاقل في دفعها الالتزام بمخرجات قمم المناخ السابقه واخيرا قمه مؤتمر شرم الشيخ والتعهد بتنفيذ تقديم 100 مليار دولار للدول الناميه والاكثر يعني ضررا من التغيرات المناخيه، سيدفعها ايضا فيما يتعلق بالعمل على اصلاح مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي التقليديه، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمه التجاره العالميه لتكون النظام الاقتصادي العالمي اكثر عداله، يراعي ايضا الفجوه الكبيره عظيم ما بين الدول المتقدمه والدول الجنوب، وكل هذا بيمثل اهميه كبيره من خلال الطرح المصري ومن خلال
هذا التوافق الذي تقوم به مصر من دول الدول النامية والدول الاقتصادات الناشئة. طيب. دكتور احمد، ليس ببعيد طبعا عن عمل هذه القمه، هنتكلم دلوقتي مع حضرتك عن العلاقات المصريه الهنديه على مر العصور والعلاقات السياسيه. حضرتك ذكرت انه في توافق في الكثير من الرؤى، عايزين نتكلم مع حضرتك عن العلاقات الاقتصاديه بشكل عام ما بين الدولتين، وكمان العلاقات العسكريه، يعني في وفود عسكريه هنديه بتاتي الى مصر باستمرار، وكذلك في مناورات عسكريه بتحدث ما بين الجانبين في نيودلهي. طبعا استاذ محمد، العلاقات المصريه الهنديه هي علاقات شراكه استراتيجيه، بمعنى هذه الكلمه بالفعل شراكة استراتيجية تعني ماذا؟ علاقات قوية على المستوى السياسي، علاقات قوية على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى التعليمي، على المستوى الأمني والعسكري، وهي علاقات مهمة لديها أسس قوية، يعني هي كبناء لديه أسس صلبة، يعني نتذكر المرحلة أو المرحلة الذهبية الأولى من العلاقات المصرية الروسية في الخمسينات، أيام الاتحاد السوفيتي ودور مصر في الاتحاد السوفيتي في دعم مصر في مواجهة عدوان 56 في بناء السد العالي، وهذه كانت مرحلة ذهبية، ثم طبعا التحولات التي طرأت أيضا على كيف أن الهند كانت تقوم بدور مجلس الاتحاد الإيجابي في ظل الحرب الباردة بين مصر والهند، وفي عهد نهرو وفي عهد الرئيس عبد الناصر، في هذا الإطار كانت هذه العلاقات الفترة الذهبية الأولى، ثم الفترة الذهبية الثانية بين مصر والهند فيما يتعلق ب في عهد الرئيس سيسي حقيقة، لأن البلدان تتبنان سياسة الحاد الإيجابي فيما يتعلق بالأزمات العالمية، الاستقطاب العالمي، الحرب الروسية الأوكرانية، تدعوان إلى دعم هذه الحرب وهذه الصراعات من خلال تحقيق التسوية السياسية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة. أيضا فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، الهند دولة مهمة حقيقة، دولة اقتصادها من الخمس اقتصادات الكبرى في العالم، هي اقتصاد سوق أكبر سوق الآن عالمية في عدد السكان، تمثل أهمية استراتيجية فيما يتعلق بالمزايا النسبية في مجال التكنولوجيا، في مجال البرمجيات، ونعرف أنها في بنجلور وغيرها الإند الآن استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة. في المقابل مصر تمثل أهمية كبيرة في محيطها في الشرق الأوسط، في أفريقيا كاقتصاد ناشئ، اقتصاد واعد لديه استثمارات ضخمة كبيرة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة، وبالتالي هذا التلاقي وهذا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري يمثل أهمية كبيرة في ظل تقارب وتشابه التجربة التنموية الهندية والتجربة التنموية المصرية، وكل منهما لديه مزايا نسبية، وكل منهما لديه الكثير ما يقدمه للآخر، وفي ظل وجود إرادة سياسية تعزز هذا التقارب وهذا التعاون. ومصر طبعا منفتحة كجزء من انفتاحها على كل الدوائر، انفتحت شرقا مع الصين، مع اليابان، ومع الهند، وكل دولة لديها مزايا مهمة فيها يتعلق بها الاقتصاد، والهند أيضا تتعلق بالأمن الغذائي، ونتذكر كيف أن الهند استثنت مصر من صادرات القمح، كيف أنها أوقفت صادرات القمح لكل دول العالم، واستثنت مصر وصدرت لمصر القمح، بهذا بيعكس أيضا التعاون في مجال الأمن الغذائي، في مجال الطاقة المتجددة، في مجال أيضا أن مصر تعد بوابة للهند إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن الهند أيضا تمثل بوابة مهمة لمصر فيما يتعلق بمنطقة شرق آسيا، وبالتالي هي بتعكس حيوية وقوة العلاقات. الآن النقطة المهمة أيضا أن هذا جزء من حقيقة من تقوية مصر لكل دوائرها الاقتصادية، مصر علاقات قوية مع الهند، مع روسيا، مع اليابان، مع الصين، مع أمريكا، مع أوروبا، مع أفريقيا، كل هذه حقيقة في إطار التنويع والاستفادة من كل التجارب التنموية، والهند لديها الكثير الذي تقدمه لمصر في هذا الاتجاه، وحقيقة في نهاية المطاف كل هذا سيكون له مردود وعائد على التنمية في الداخل وعلى المواطن المصري في نهاية المطاف. بكل تأكيد، شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لك. دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. من شوية بدأت فعاليات قمة العشرين في الهند بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي كان أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضا بصوت أفريقيا والدول النامية في ضوء ترأس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا النيباد ومؤتمر المناخ كوب 27.
طبعا بكل تأكيد مصر هتتكلم وهتتحدث خلال هذه القمة قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية، واللي بتمثل أو تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة وأيضا التحول الصناعي الذي تليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة. المزيد من التفاصيل معنا على تليفون أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. يا أستاذ جميل صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ شاذلي. صباح الخير يا أستاذ مريم. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك دلالات دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة، بتدعى باستمرار كضيف شرف لكن هذه القمة مختلفة وتوقيتها مختلف خصوصا بعد انضمام مصر أيضا لتجمع بريكس. هو طبعا دعوة مصر النهاردة بتاعت طبعا الهند، بدعوة من الهند طبعا، لأن مصر بتتميز بعلاقات قوية جدا مع الهند في الوقت الحالي، وعلى الجانب الآخر أن مصر في الوقت الحالي هي الرئيس لقمة المناخ. مصر في الوقت الحالي أيضا هي الدولة التي تتحدث بلسان أفريقيا وبتطرح كل الأزمات وكل المشاكل اللي في أفريقيا على مستوى العالم في الوقت الحالي. مصر أيضا لديها تجربة قوية وتجربة مهمة في إعادة بناء الدولة وفي التنمية الشاملة وفي اتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. إذا مصر أصبحت دولة في الشرق الأوسط في الوقت الحالي هي دولة محورية قادرة على نقل تجربتها إلى العديد من الدول الأخرى اللي هي بتحتاج إلى التنمية، ومصر بتوجه هذه التنمية أو هذه التجربة إلى الدول الأفريقية والدول النامية، وبتسعى بشكل كبير جدا لحل الأزمات في المنطقة وحل الأزمات داخل القارة الأفريقية. طالبت مصر كثيرا من دول العالم بأنها تتجه أو تنظر إلى أفريقيا القارة اللي هي أكثر القارات مظلومة، يعني لو نتكلمنا كده مظلومة لأنها لديها موارد قليلة، وعلى الجانب الآخر هي أكثر الدول أكثر القارات تضررا جراء الانبعاثات الحرارية الناتجة طبعا اللي بتصدر من الدول الصناعية الكبرى. إذن فدعوة مصر في هذا التوقيت هو تأكيد على الدور الريادي المصري في منطقة الشرق الأوسط، تأكيد على قدرة مصر لتوصيل الصورة الحقيقية الكاملة للأزمات وللمشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية في الوقت الحالي. النظام الاقتصادي بيواجه مشكلات كبيرة، منها طبعا زي ما احنا شايفين سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية، وطبعا كتير من المشاريع اللي بتحتاج بحث. مصر بتشارك كضيف شرف في القمة، هل ده نقدر نعتبره نوع من أنواع الثقة في الاقتصاد المصري اللي بيتكلم بلسان حال الدولة الأفريقية؟ هو طبعا ثقة في الاقتصاد المصري وثقة في الخطوات اللي بتنفذها الدولة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي اللي بدأت عام 2016. الإصلاح الاقتصادي اللي في مصر جعل مصر تنضم بشكل أساسي في قمة في مجموعة البريكس. الاقتصاد المصري والدور المصري في عمليات التنمية الشاملة وعمليات مواجهة التغيرات المناخية جعل مصر تستضيف قمة الكوب 27 في مدينة شرم الشيخ، وأيضا اليوم ده تأكيد أيضا على قدرة وقوة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات. احنا شفنا خلال الفترة الأخيرة منذ بدء أزمة كورونا وثم بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية قدرت مصر أنها تواجه الأزمتين دول رغم الصعوبات العالمية ورغم الأزمات العالمية اللي نتجوا عن الأزمتين بشكل كبير، وتضرر عدد كبير من الدول الكبرى على مستوى العالم جراء الأزمتين دول، لكن مصر قدرت إن هي تواجه هذه الأزمات بشكل كبير. ليه؟ لأن في مصر وضعت استراتيجية واضحة منذ عام 2014 حتى اليوم، استراتيجية اقتصادية لمواجهة الأزمات والتحديات المحتملة. على مستوى الغذاء هنجد ان مصر وسعت من الرقعة الزراعية بتاعتها، وصلت لأربعة مليون او هتصل لأربعة مليون فدان. الاعتماد على الزراعات الاستراتيجية لمواجهة طبعا ازمات سلاسل الامداد والحروب المحتملة او الازمات المحتملة.
كل ده بتجني ثماره الدولة المصرية في الوقت الحالي جراء الأزمات اللي حصلت زي ما قلت لحضرتك اللي هي أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. قدرت مصر أنها تواجه بالاستراتيجية اللي كانت وضعها في عام 2014 ونتج ثمارها بتجنيها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وإن هي قدرت تقف بشكل قوي وبشكل كبير أمام الهزات العالمية اللي تأثرت بيها دول كبرى. فطبعا دعوة مصر اليوم هو تقدير للدور المصري في محيطها وأيضا لقوة ومتانة الاقتصاد المصري في الوقت الحالي لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية اللي احنا شايفينها برضو في الوقت الحالي. عظيم. أستاذ جميل، كيف يمكن لهذه القمة أن تخرج بنتائج إيجابية في ظل العديد من التحديات التي يواجهها العالم كله، لعل أبرزها طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقعات صندوق النقد الدولي بأنه معظم دول مجموعة العشرين يعانوا من نمو في الاقتصاد وتوقعاتهم بأنه هيكون في نمو اقتصادي أقل عن عام 2022؟ هو بالطبع احنا لازم نعرف ان الازمه الروسيه الاوكرانيه هي اثرت على اقتصاديات دول كبرى جدا في العالم، الولايات المتحده الامريكيه، دول الاتحاد الاوروبي، العديد من دول العالم الكبرى تاثرت بشكل كبير واقتصادياتها تاثرت بشكل واضح جدا. شكرا استاذ جميل، نعتذر طبعا لحضرتك ونتحول مره اخرى الى مقر انعقاد قمه مجموعه العشرين في نيودلهي. Recently, I pray that all the injured will recover at the earliest. In this difficult time, the entire world, the entire international community stands with Morocco, and we are ready to send them the best possible assistance. Your Highnesses, Excellencies, India as President of العشرين، الهند كرئيس لجي 20 ترحب بكل الحضور والضيوف. على بعد بعض الكيلومترات من مكان اجتماعنا اليوم يقف أحد الركائز الرئيسية على ارتفاع 2500، وعلى هذه الركيزة مكتوب من قبل إيفن لوكسا هيفا موكيتي أتا يام ناتي سو هيفا، وهذا يعني لتتحقق السعادة والرفاهية للبشر في كل الأوقات. منذ 2500 عام كتبت هذه الجملة، منذ 2500 عام أرسلت الهند هذه الرسالة للعالم، لذا تذكروا هذه الرسالة ودعونا الآن نبدأ قمة مجموعة العشرين. في هذه الفترة وفي القرن الحادي والعشرين حان الوقت كي نعطي العالم بأكمله اتجاها جديدا. فهذا هو الوقت الذي نواجه فيه الكثير من التحديات التي تحتاج حلولا جديدة من جانبنا، لذا نحن نتبع نهج قائم على الإنسان لكي نتولى مسؤولياتنا ونتحرك قدما. الأصدقاء، بعد جائحة كوفيد-19 يمر العالم الآن بأزمة ضخمة، وهذه الأزمة هي غياب الثقة والحروب التي عمقت من فقدان الثقة. إذا كنا نستطيع التغلب على كوفيد-19 فإننا عندئذ أثبتنا أننا نستطيع التغلب على الاختلافات وغياب الثقة. وكرئيس لمجموعة العشرين الهند،
Water security. We have to move. والأمن المائي. لذلك علينا أن نتبنى حلولا ملموسة لهذه التحديات ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة. الأصدقاء، رئاسة الهند لمجموعة العشرين أصبحت رمزا للدمج للجميع بروح أننا كلنا جميعا داخل وخارج البلاد يجب أن نعمل معا. في الهند أصبحت هذه القمة لمجموعة العشرين هي مجموعة العشرين للشعوب. هناك تقريبا 200 اجتماع قد تم عقدهم على مدار السنوات في البلاد وفي تقريبا 60 مدينة هندية. لذلك قمة مجموعة العشرين أصبحت قمة الشعب، وأنا واثقة من أننا لدينا إجماع على هذا المقترح. بموافقتكم قبل أن نواصل أود أن أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي لكي يتقدم ليجلس في مقعده كعضو دائم في مجموعة العشرين. تفضل بالجلوس من فضلك. كنا نتابع بداية الجلسة الافتتاحية لفعاليات هذه القمة. بدأها رئيس الوزراء الهندي بالحديث عن الكثير من التحديات التي تواجه دول هذا أو هذه المجموعة. تحدث في البداية وقال إننا استطعنا جميعا دول العالم أن نتحد لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وهذا يؤكد بكل تأكيد أننا قادرين على تخطي أي خلافات قد تحدث. ولكن أزمة كورونا للأسف خلفت العديد من الخلافات في الكثير من الرؤى، خلفت أزمة ثقة ما بين كل الدول، خلفت حروب وكان لها أثرها وتداعياتها. أضاف طبعا وقال الأمن الغذائي والمائي أيضا من أكبر التحديات اللي بتواجه العالم خلال هذه المرحلة. أكيد أكد كمان رئيس الوزراء الهندي على ضرورة إيجاد حلول ملموسة وسريعة وقوية للتحديات التي تواجه العالم، بالإضافة لأن كمان أكد أن القمة التي تستضيفها الهند يتم فيها دمج ويتم فيها دمج كل الشعوب، وهي تقوم على أساس روح التعاون الموجودة بين مختلف الشعوب. بالإضافة ولأول مرة دعوت رئيس الاتحاد الأفريقي عضو دائم في مجموعة العشرين ولأول مرة ككتلة واحدة للاتحاد الأفريقي. كل تأكيد هنكون مع حضراتكم في متابعة مستمرة لأعمال هذه القمة، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد عدد كبير من اللقاءات
الجانبية مع مجموعة كبيرة من القادة في العاصمة الهندية بنيودلهي. طبعا من ضمن هذه اللقاءات لقاء مع فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وأيضا عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتدرس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. القمة اللي انطلقت جلستها الافتتاحية وتابعناها على الهواء مباشرة منذ قليل، تفاصيل أكتر عن القمة وتفاصيلها هيكون معانا على التليفون السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك سعادة السفير. صباح الخير، أهلا بكم. أهلا وسهلا بحضرتك. نقدر نقول بعد متابعة الجلسة الافتتاحية ودعوة مصر كضيف شرف لحضور جلسة قمة العشرين، نقدر نقول مصر قادرة، مجموعة العشرين عفوا، نقدر نقول مصر قادرة على تحقيق التكامل والاندماج مع الاقتصاد العالمي ومع التجمعات الاقتصادية اللي هتكون موجودة في المؤتمر؟ بالتأكيد مصر من الدول التي انفتحت على العالم مبكرا عن أي دولة أخرى. بدأنا من 1968 عندما قرر الرئيس جمال عبد الناصر أن تنضم مصر إلى منظمة التجارة العالمية أو ما يعرف باتفاقية التجارة الجات، ثم انفتحنا أكثر وأكثر بعهد الرئيس السادات، منطقة تجارة حرة عربية 22 دولة، منطقة تجارة حرة إفريقية 51 دولة، ثم اتفاق المشاركة المصري الأوروبي مع 27 دولة، مؤخرا البريكس وانضمام مصر إليها اعتبار من يناير القادم إن شاء الله. إذا نحن دولة ذات تمثيل في كل التجمعات الدولية، دولة رائدة في عدم الانحياز، دولة مؤسسة لمجموعة الدول النامية المسمى 77، لكن هي 139 دولة أكبر قوة تصويتية في الأمم المتحدة. نحن دولة مؤسسة لنظام الأمم المتحدة أيضا. هذه هي الرؤى المختلفة للدبلوماسية المصرية، لكن الجديد في الدبلوماسية المصرية أنها عادت بقوة لسلاح دبلوماسية الرئاسة. رئيس ما شاء الله يديله ربنا الصحة ذهب إلى طوكيو مرتين في أقل من شهرين شرقا، ثم راح باريس غربا في مؤتمرات مختلفة، ذهب لنيويورك وعقد 40 مقابلة رئاسية خلال دورة الأمم المتحدة، دخل بلدان إفريقيا وذهب إلى بلدان، يعني أنا أشهد كزائر لإفريقيا وعملت فيها مرات، ذهب إلى بلد أنا كنت سفير غير مقيم فيها فأقام فيها الرئيس، بل وأنشأ سفارة، بنى سفارة ولنا الآن سفارة فيها. إذن هو نشاط دائم يوضح أن مصر صارت من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية. أنا يعني دي بأشير للجانب الاقتصادي أيضا، كل هذه البعثات تنفق مئات الملايين من الدولارات على إقامتها في مصر. انظروا للسفارة السعودية على نهر النيل في الجيزة، مبنى أطول من مبنى وزارة الخارجية. انظروا للسفارة الأمريكية في القاهرة وهي أكبر سفارة لأمريكا في أي مكان في العالم، وعدد دبلوماسيها يكاد يقارب عدد دبلوماسي مصر في كافة سفاراتنا في العالم. كل هذا إنما يعبر عن مصر الحاضرة دائما، مصر التي يقدرها قادة العالم. وأهو في نيودلهي نحن نمثل إفريقيا، صحيح، نمثل العالم العربي، نمثل الدول النامية، كل هذه أوجه متعددة للدبلوماسية المصرية. عظيم. ثم علاقة خاصة بالهند منذ المهاتما غاندي والرئيس رئيس الوزراء مصطفى باشا النحاس، منذ جمال عبد الناصر ونهرو ومجموعة عدم الانحياز، ثم تتجدد هذه العلاقات بزيارات متبادلة مع رئيس وزراء الهند والسيد الرئيس، وحميمية واضحة في لقاءاتهما. عظيم. سعادة السفير، كيف يمكن لمصر أن تستفيد من وجودها في هذه القمة وتفيد أيضا، لأن مصر لديها تجربة، لديها تجربة في الإصلاح الاقتصادي، لديها تجربة في محاربة الإرهاب، في البناء، في التنمية، في تحقيق الأمن الغذائي أيضا. بالضبط كده، بل أن مصر يعني قانونيا ملتزمة مع إفريقيا والدول العربية وأوروبا
بمحاربة ما يسمى كل أشكال الجريمة المنظمة، سواء كانت الإرهاب أو غسيل الأموال أو الهجرة غير المشروعة أو كل هذه الجرائم، نحن ملتزمون بالتعاون لمحاربتها، ولنا سمعة طيبة للغاية، رغم أن الرئيس أعلن أن لدينا 9 مليون ضيف أجنبي يتقدمه السودانيين والسوريين وغيرهم، فلم تكن أبدا مصر معبرا للهجرة غير المشروعة، وأوروبا تشيد بهذا الوضع. أيضا كما تفضلت أنت، نحن لدينا تجربة في الإصلاح الاقتصادي ناجحة جعلتنا نقف على أقدام ثابتة، لأن بدأنا الإصلاح الاقتصادي من 2016، فبالتالي لما جاءت أزمة الكورونا ثم أزمة الحرب الأوكرانية جاءت ونحن نقف على أقدام ثابتة أكثر من غيرنا، وبالتالي كل بلدان العالم يتراجع اقتصادها تنمو بالسالب إلا 5 دول من بينها مصر، يعني ما زال اقتصادها ينمو إيجابيا، رغم أننا نريد طبعا مضاعفة هذا، لأن لدينا ما شاء الله أعظم إنتاج في العالم من الأطفال. نحن أنجبنا منذ ثورة 2011 دولتين بحجم اليونان، 2.5 مليون طفل سنويا، ده واجب علينا إن احنا نيسر لهم أفضل سبل العيش والتعليم والصحة والخدمات والطرق والكباري التي يتساءل البعض عنها إلى آخر هذه المنظومة. والحمد لله لدينا ما نعتزي به وتجربة فعلا كما تفضلت نعرضها، ثم نأخذ الخبرة أيضا. نحن دولة كلها أسماع أو أذان صاغية لكل الذين سبقونا في التقدم الاقتصادي، ونتبادل العلاقات الاقتصادية. نحن أكبر دولة في العالم مستفيدة من مساعدات التنمية الاقتصادية، وأكرر وهي أشرف وأكفأ دولة في استخدام هذه المساعدات، لأنها تتم بأحسن سبل التنفيذ، ودي على فكرة ظاهرة الكل يستفيد منها. أنا بعد ساعات من الآن سأحاضر في أكاديمية ناصر العسكرية العليا لأربعين قيادة من الجيوش الإفريقية في كلية الحرب، يأتون لمصر ليستفيدوا من تجربته. ده شيء فريد في نوعه ونعتز به كدبلوماسية مصرية. نعم، دعوة مصر لحضور مثل هذه التجمع، مثل هذا التجمع، وحرص رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على ان هو يدعو الرئيس السيسي في حضور هذه القمة، نقدر نقول ان ده بيأكد على قوة الاقتصاد المصري، وبيوضح انه خلال السنوات الأخيرة حصل نوع من انواع التوأمة أو العلاقات الشديدة القوة بين مصر والهند في مختلف المجالات، لا سيما السياسية أو الاقتصادية. هذا سليم جدا، بل نستعيد كل الملفات التي كانت قد يعني توقفت قليلا، مثل ملفاتنا مع روسيا والدول التي كانت تابعة لها، لأن كانوا في وقت من الأوقات يشغلون 65% من تجارة مصر، وتراجع هذا إلى أقل من 11% نتيجة أن الروس يعني انقلبت الشيوعية هناك، وسقط حائط برلين، وهذه الدول يعني تواجه متغيرات اقتصادية وسياسية عميقة. الآن نستعيد هذه الصلات، زرنا رومانيا وزرنا المجر وزرنا بولندا، وتبادلنا زيارات مع روسيا ومع الصين. المهم في هذا أن الرئيس قال وهو يتجه نحو بكين وموسكو، أنا أتجه شرقا لكني لا أعطي ظهري للغرب. نحن دولة تعتز بأنها من أكثر عواصم العالم استقبالا للسفارات الأجنبية، وهذا يعطي مثال لكيف أن دولة تستفيد من هذه العلاقات، وهي دولة واسعة الاتصالات بكل أطراف العالم. طيب سعادة سفير رئيس الوزراء الهندي في الجلسة الافتتاحية قال أن هذه القمة من المفترض أن تكون قمة الشعب، يقصد إيه بهذه الكلمة؟ بالتأكيد، لأن طبعا هناك تطلعات للشعوب، والهند ليست من الدول المتقدمة، هي دولة نامية مثلنا، ونريد أن التقدم اللي حادث في العالم ينطلق إلى شعارين، شعار التنمية ده شيء مهم جدا كلنا نأخذ به،
لكن شعار عدالة توزيع الدخل لما فيه مراعاة مصالح الشعوب ومصالح الطبقات الأكثر احتياجا. فهذا طبعا بالتأكيد شعار هام، وتستفيد منه إفريقيا كما تستفيد الهند أو الصين، لأن إفريقيا قارة مظلومة أيضا. الأموال الخارجة من إفريقيا في اتجاه الدول النامية والمتقدمة أكثر كثيرا مما تتلقى إفريقيا من أموال، فإفريقيا تدفع فوائد ديون وتدفع فاتورة وارداتها أكثر مما تصدر وأكثر مما تأتيها من استثمارات. وهنا لمصر ورئيسها مبادرات عظيمة في دعوة الدول ذات الفوائد المالية أن تستثمر في إفريقيا بالخبرة المصرية، ونحن ندعي أننا من أكثر دول العالم خبرة في إفريقيا، ولدينا آلاف من الخبراء يساندون دول القارة، والميزة عندهم أنهم خبرتهم أكثر وتكلفتهم أقل كثيرا مقارنة بأي دول أخرى. كل هذه يعني صفحات وبضاعة نقدمها للعالم يستفيد منها، ونستفيد أيضا من علاقتنا الدولية. سعادة السفير، قمة مجموعة العشرين بتناقش العديد من القضايا، يمكن وارد أنه يتم طرح مشكلة استمرار الديون اللي بتواجه الدول النامية وتداعياتها، هل من الوارد أنه يتم تناول بشكل أو بآخر تحقيق نوع من أنواع التوازن للموارد بين الدول النامية والدول المتقدمة كحل من الحلول لمشكلة الديون التي لا تتوقف؟ بالتأكيد، ولنا سوابق في هذا. أولا في قمة السبعة في طوكيو منذ سنة 1972 التزمت تلك الدول بأن تقدم على الأقل 1% من نتيجة القومي مساعدة للدول النامية. لم ينفذ هذا بالكامل، وإنما هو التزام على كل حال. الآن نقول فعلا كما تفضلت هناك مديونية عارمة، ولنا في مصر تجربة إيجابية جدا في عقد الثمانينات والتسعينات عندما ذهبنا إلى نادي باريس فعفانا من نصف مديونية مصر، كانت 52 مليار شطب 26 مليار، الدول العربية شطبت 11 مليار كل المديونية، أمريكا تنازلت عن ديوننا العسكرية، فلنا تجربة رائدة ومهمة جدا في هذا. وبالتالي أنا يعني أعتقد أننا ندير موضوع المديونية بخبرة كبيرة، ولدينا ما شاء الله من خيرة الخبرات الاقتصادية التي نباهي بها العالم، ونستطيع فعلا أن نكون يعني ريادة في جعل كل الدول النامية المدينة تقف على أقدام ثابتة بشيء من التعاون بين المانح والمتلقي. عظيم. سعادة السفير، جدول أعمال سيادة الرئيس مليء بالأنشطة والفعاليات، ومنذ قليل كنا نتابع إجراء العديد من اللقاءات مع عدد من القادة، مع رئيس الوزراء الياباني، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، رئيس جمهورية جزر القمر بالطبع أيضا وهو رئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. أهمية ودلالات هذه اللقاءات إيه يا فندم؟ نجاح لدبلوماسية القمة. أنا أشرت منذ دقائق إلى أن الرئيس لما كان في نيويورك بيحضر دورة الأمم المتحدة عقد 40 لقاء رئاسي في 5 أيام. لو حب يعمله في الظروف العادية يحتاج 40 أسبوع مثلا، لكن في 5 أيام عقد هذه اللقاءات. اليوم 3 أو 4 لقاءات رئيسية مع رؤساء دول ومنظمات دولية، وتوقع خلال إقامته إن شاء الله أنه يعقد عشرات المقابلات. هيكون فرصة، هيقابل الرئيس الأمريكي، هيقابل زعامات صينية وزعامات هندية وزعامات الدول المتقدمة من ألمانيا من فرنسا، كلها دول لنا بها علاقات وثيقة جدا وتنظر إلينا نظرة إيجابية للغاية. أكيد. عقب حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة العشرين، وعقد ده كان عقب حضور مصر تجمع دول أو مجموعة البريكس للانضمام كعضو دائم ليها، نقدر نقول إن احنا هنا بنشوف تكامل للدور المصري وإنه بيساهم في المرحلة الحالية جوه دوائر التجمعات الاقتصادية العالمية المختلفة؟ بالضبط كده. البريكس تأتي استكمالا لمسار آخر غير المجموعة العشرين.
مجموعة الـ20 نضعها مع مجموعة السبعة ودي حضرناها أيضا اللي هي مجموعة أكبر دول صناعية في العالم التمان ونجتمع به ودي أغنى 20 دولة في العالم. البريكس تأتي استكمالا لمنطقة التجارة الحرة العربية، منطقة التجارة الحرة الإفريقية، اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، بل لنا اتفاق قلما يشير إليه البعض هو اتفاق الميركسور مع بلدان أمريكا اللاتينية، ثم تأتي البريكس وهي مجموعة حديثة نسبيا لم تكتمل أسس ومظلات التعاون التجاري بينها، لم تصل بعد إلى مستوى منطقة التجارة الحرة، لكن ربما تتميز في التمويل، لديها بنك للاستثمار، كل هذه نوافذ نطل منها على العالم ونستفيد بعلاقتنا الدولية والإقليمية والثنائية. طيب سعادة السفير، في ظل وجود الرئيس الأمريكي وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية المشهد كأكبر قوة وكأكبر اقتصاد، وعلى الجانب الآخر عندنا غياب للرئيس الصيني وغياب أيضا للرئيس الروسي، كيف تتوقع أن تخرج هذه القمة بنتائج مهمة خاصة في المسائل المرتبطة بهاتين الدولتين، سواء المسائل الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالصين أو حتى الأزمة الروسية الأوكرانية التي هي حديث هذه القمة بالفعل؟ هو قيل أن هذه الموضوعات التي تفضلت بها أنت على قمة اهتمامات الرئيس الأمريكي، بل علاقة أمريكا بالصين علاقة طريفة في نوعها. الصين التي لامنا الأمريكان أننا اعترفنا بها سنة 56 صارت أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، هذا يدلك على أن لك سياسة مصرية تفخر بها كمصري، بل عندما لمونا على العلاقة مع كوبا إذا بالرئيس أوباما يزورها سنة 2009، بل أن الصين نفسها لامت مصر لما جمال عبد الناصر انضم لمنظمة التجارة العالمية لأنها منظمة في رأيهم في ذلك الوقت منظمة استعمارية، دخلتها الصين وروسيا بعدنا بأربعين سنة. أنت تنتمي لواحدة من أعظم السياسات الخارجية، وأنا يعني لو رجعت للأكاديمية كنت أشرف على رسالة الدكتوراه إعادة السياسة الخارجية المصرية لألفين سنة قبل الميلاد، لما ذهب ملك مصر أحمس ليحرر الشام من الهكسوس، سياسة قديمة جدا وثابتة ومستقرة ولم يختلف منها معها أحد إلا واتبعها بعد عشرات السنين. فهو ده الوضع، أمريكا لديها مشاكل مع الصين رغم أن هي أكبر شريك تجاري لها، إنما الصين أيضا متهمة أنها تخفض قيمة عملتها لكي تكسب الأسواق، على عكس ما نفهم نحن كمصريين نتصور أن تخفيض العملة يعني سلبي، لا لا، الصين تتخذ سياسة هي متهمة أنها تخفض عملتها ب 33% لتكسب الأسواق، وهذه سياسات كلها نتعلم منها الكثير. وأظن أيضا لديه مشاكل الرئيس الأمريكي مع الهند، لأن أمريكا تبالغ أحيانا في وضع قيود على التجارة مع كثير من الشركاء، حتى أن الأوروبيين اللي هم الحليف الأساسي في حلف الأطلنطي يشكون أن أمريكا تعرقل تجارتهم في الولايات المتحدة. رغم غياب للرئيس الصيني ورغم غياب للرئيس الروسي، يرى مراقبون أن هذه فرصة جيدة للهند لإظهار قدرتها على إدارة الأمور في ظل استضافة العديد من الدول، وده كمان بيروا أنه هو كمان وارد جدا أنه يحصل تنامي للدور المختلف للعديد من الدول. هنا هتظهر دور الرائد اللي قد تقوم به طبعا يعني مصر بأنها بتتحدث بصوت أفريقيا كمان في هذا التجمع. طبعا هي مصر من أكثر بلدان أفريقيا تمثيلا للقارة، إحنا أكثر دولة أفريقية رأست الاتحاد الأفريقي وأكثر دولة أفريقية مثلت أفريقيا في مجلس الأمن، ونحن أكثر دول العالم تمثيلا في كل عواصم القارة الأفريقية، لا توجد عاصمة أفريقية إلا ولنا تمثيل قوي فيها، وبالتالي أنا أدعي كسفير مصر أنني كنت أكثر وجه مقبول في العلاقات الدبلوماسية في كل بلد أفريقي خدمت فيه. أما غياب الرئيس الروسي فهو ليس المقصود به الجي 20، لا، هو
عنده مشكلة محكمة الجرائم الدولية تطلبه، حركته الآن خارج أراضي بلده ستكون محدودة، والصين لديها مشاكلها أيضا. لكن طبعا هناك من يمثل روسيا، رأينا على الشاشة منذ قليل لافروف وزير خارجية روسيا، وهو دبلوماسي قديم، وأيضا الصين هناك من يمثلها. فغيبة الرؤساء ليست بمعوق عن أن الرئيس الأمريكي يتصل برؤساء الوزارات سواء الروسي سواء الصيني أو وزير خارجية روسيا أيضا. اللي بيسعدني كدبلوماسي أو يطمئني، وأن طالما استمر الحوار تتراجع المجابهة وتتراجع النزاعات. الدبلوماسية هي تدعو لاستمرار الحوار، وندعو الله أن يجد العالم سبل لحل مشكلة أوكرانيا وسبل لوقف المجابهات مع كوريا الشمالية، مع الخلاف الصيني الياباني حول تايوان، إلى آخر هذه المنازعات. الحوار يؤدي في النهاية إلى خطوات نحو الاتفاق ونحو السلام والازدهار والتنمية. صحيح، وكل هذه الأمور يا فندم هيكون لها انعكاساتها بكل تأكيد على الأمن الغذائي، وكمان على مواجهة التغيرات المناخية. سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. ما زالت تغطيتنا معاكم في صباح الخير يا مصر مستمرة لقمة مجموعة الـ20، حيث أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو جديد في مجموعة الـ20 المقامة في بلادي، وتولي الاتحاد الأفريقي مقعده رسميا كعضو جديد في مجموعة الـ20. كل تأكيد هيكون لي انعكاسات طبعا على الاقتصاد في الاتحاد الأفريقي. هذه القمة انطلقت جلساتها الافتتاحية وتابعناها على الهواء مباشرة منذ قليل. تفاصيل أكثر عن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام لدول هذه المجموعة ومن انعكاسات ده على دول الاتحاد الأفريقي، معنا على التليفون دكتورة يمن الحمائي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمد، اهلا بك. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف انعكاسات هذه القمه، مشاركه مصر فيها على الاوضاع الاقتصاديه الافريقيه، وفي القلب منها طبعا الاوضاع الاقتصاديه في مصر. هو طبعا كما ذكرت منا الحقيقه من الاخبار المهمه جدا جدا انضمام الاتحاد الافريقي الى قمه الـ20. ده حدث غايه في الاهميه وبتتداوله كل المؤسسات الدوليه حاليا على كل أجهزة الإعلام بأهمية هذا الحدث. احنا شاهدنا مؤخرا انه كل الدول، اقتصادات الدول المتقدمة، بتحاول ان هي تقيم علاقات اقتصادية مع القارة الأفريقية، وبنشهد القارة الأفريقية بتشهد حالة من عدم الاستقرار العنيف في الفترة الأخيرة. ولكن الجزء المهم جدا في هذه القضية إن مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019 الحقيقة بذلت جهد كبير جدا في هذا العام في وضع أسس لكيفية تحسين وضع القارة الأفريقية واندماجها في الاقتصاد العالمي. يعني العنوان الكبير اللي المفروض هيبقى أعتقد له أهمية في إطار مشاكل كبيرة جدا وتحديات بتطرحها القمة، يمكن قمة الـ20 جاية في تحديات مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، مرتبطة بسلاسل الإمداد فيها مشاكل عنيفة، وحرب تجارية ضروس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هتهدد بشكل كبير جدا التجارة العالمية. كذلك في مشاكل مرتبطة بالنظام المالي العالمي والمشاكل المرتبطة بالبنوك وتأثيراتها، العملات الإلكترونية، وفوق ده كله موضوع التغير المناخي اللي أصبح يعني كلنا لمسينه بشكل عنيف جدا، وإنه برضو من القضايا المهمة جدا اللي بتطرح. فمصر عندها نقطتين مهمين جدا في الحتة دي.
النقطة الأولى اللي هي رؤية القارة الأفريقية للتنمية المستدامة 2063، وبذل جهد كبير جدا أثناء رئاسة مصر، وجت كوب 27. الجهد الكبير اللي اتعمل في كوب 27 حط القارة الأفريقية على المستوى العالمي بالفرص اللي ممكن تقدمها هذه القارة. قارة فتية فيها نسب الشباب كبيرة، مش مستغلة الموارد بتاعتها بشكل جيد، وبالتالي عندها فرص هائلة للنمو. واحنا بنتكلم على نمو اقتصاد العالمي، حتى لما بنتكلم على الصين حاليا اللي كانت دايما بتعمل يعني توازن في موضوع النمو الاقتصاد العالمي، فكل التقارير بتتكلم على انه معدل النمو المتوقع 5%، ده من اقل المعدلات اللي وصلت لها الصين. وبالتالي طبعا العالم بيسخر بتحديات كبيرة جدا، بيجعل انضمام الاتحاد الأفريقي إلى قمة أو إلى دول المتقدمة اللي هي مجموعة الـ20 بيجعل منه حدث غاية في الأهمية. والحقيقة مهم قوي إن احنا نستثمر هذا الحدث لصالح الاقتصاد المصري اللي الحقيقة عنده إمكانيات كبيرة جدا إنه يكون مدخل إلى القارة الأفريقية. طب خليني أوقف حضرتك هنا للحظات دكتورة وأسأل حضرتك، إحنا حضرتك كنت لسه بتتكلمي عن الاقتصاد العالمي، إحنا شايفين إنه يعني في يمكن صعوبة بتواجه الاقتصاد العالمي، وإحنا شايفين صعوبات وتحديات بتواجه العالم أجمع، خصوصا طبعا التحديات الاقتصادية. نقدر نقول إن إحنا في ظل الوقت ده ازاي تقدر او نقدر نستخدم مصر انها تكون يعني شريك مؤثر في مسار العلاقات الاقتصاديه الدوليه، وده ازاي ممكن ينعكس علينا احنا بالايجاب كمصر؟ هي مصر الحقيقه عندها خبره جيده جدا في التعامل مع المؤسسات الدوليه، وعندنا خبراء مميزين في هذا الاطار. بمعنى النهارده مصر بتلعب دور مؤثر على مستوى القاره الافريقيه، وأصبحت هذا الدور أكثر أهمية بعد انضمام مصر إلى البريكس. في قضايا مهمة جدا الدول النامية بتتبناها، ومصر ممكن تكون عضو فاعل في هذه القضايا، على رأسها عملية توزيع الدخل وتركز الثروات في الدول المتقدمة. التقارير كلها بتشير إلى أن في عملية تركز عنيف جدا في الثروات في الدول المتقدمة، وأنه ما تم من سياسة نقدية ورفع سعر الفايدة في الولايات المتحدة ودول أوروبا له تداعيات سلبية كبيرة جدا على الدول النامية، ومنها طبعا القارة الأفريقية فيما يتعلق بمديونية القارة الأفريقية وقدرتها على الحصول على التمويل وتكلفة التمويل. كل دي مشاكل مهمة قوي أنه يتم تبنيها. وكان في الأحد قمم الـ20 طرح استخدام حقوق السحب الخاصة ومنح مزيد من التسهيلات من قبل الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هم حاضرين في قمة الـ20، يعني ممثلين لمنظمات الاقتصادية الدولية حاضرة في قمة الـ20. فالحوار الحقيقة غاية في الأهمية، وحضور الرئيس السيسي غاية في الأهمية، انه بيلتقي بكل الناس دي، بيلتقي يعني بدأ الرئيس زي ما ذكرته في أخباركم، بدأ ان هو يلتقي بالكثير من القيادات الموجودة. أكيد هيبقى له لقاءات مع المنظمات الاقتصادية الدولية. طبعا إحنا كمان عندنا استكمالا لإجابة سؤالك فيما يتعلق بكيف تستفيد مصر، تستفيد مصر بشكل كبير جدا كمكان للاستثمار المميز. يعني إحنا النهاردة دخلنا في قصة الطاقات الجديدة والمتجددة، أصبح لدينا تجربة فيها، والتجربة دي يمكن نقلها إلى القارة الأفريقية بشكل جيد. نستطيع أن ندافع عن أن حكلنا بعثة من صندوق النقد على يعني تقريبا هذا الشهر أو الشهر القادم. مهم جدا إزاي نوضح ما تم الوصول إليه من خطوات في مجال الإصلاح الاقتصادي والتحديات اللي بيمر بيها. يعني احنا أحد المشاكل الكبيرة هنا هي عملية أنه الفرق ما بين السعرين، السوق السوداء والسعر الرسمي، بيجعل هذه المنظمات تضغط على مصر ان هي تعمل عملية تحرير لسعر الصرف اخر. واحنا الحقيقة طبعا بنرفض ده على كل المقاييس، لان العملة موجودة ولكن هو العرض والطلب مش ماشيين في الشكل الصح اللي يديكي سعر العملة بشكل متوازن. وبالتالي هناك
حوارات بتدور مع هذه المنظمات، واندماج مصر والقارة الأفريقية في النظام الاقتصادي العالمي ده محتاج جهد كبير. أعتقد أن مصر تستطيع أن تقود هذه الجهود ويكون لها دور مهم جدا في استثمارات مشتركة وفي تجارة، لأن احنا كمان عندنا يعني مصر قادت عملية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وما زالت جهود كبيرة جدا بتتم فيها لعملية إتمامها وعملية أن هي يكون لها تأثير، بالإضافة إلى أنه السلم والأمن الأفريقي مصر أيضا عملت عدة مؤتمرات فيها هنا. احنا بنشهد حاليا نزاعات كبيرة في القارة الأفريقية، فمحاولة عملية العودة إلى التوازن والاستقرار في القارة الأفريقية ومنع النزاعات المسلحة، كل دي قضايا مصر لها دور محوري جدا فيها. عظيم. دكتورة يمنى، حضرتك أستاذ في الاقتصاد، هذا التجمع، هذه المجموعة تأسست عام 99 وكانت في البداية في أعقاب أزمة مالية أسيوية. في البداية كان منتدى لوزراء مالية الدول المشاركة ورؤساء البنوك المركزية لهذه الدول، ثم تحولت في 2007 إلى قمة وارتفع مستوى التمثيل فيها إلى الرؤساء ورؤساء الحكومات. إيه السبب في هذا التحول؟ وهل هذا التحول يا فندم هينعكس على الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول؟ صحيح، هي بالضبط، هي سبب التحول من الجي 7 هو كانوا دول متقدمة كانت هي اللي بتجتمع عشان تقدر فقط ان هي تحط أسس النمو في الاقتصاد العالمي والقضايا المؤثرة على هذا النمو وتعمل عملية تنسيق بينها في هذا الإطار. اللي خلى التوسع ده من الجي 7 إلى الجي 20 هي إن الأزمة المالية العالمية خلت الصين تقفز من المرتبة الخامسة في الاقتصاد إلى الثانية. يعني ترتب على الأزمة المالية إن الصين كانت نمرة 5 في الاقتصاد العالمي، أصبحت الاقتصاد الثاني، وأصبح إنه كل الدول المتقدمة بعد الأزمة المالية حققت معدلات نمو سلبة بالسالب، والدولة الوحيدة اللي كانت بتحقق أو الدول الوحيدة اللي كانت بتحقق معدلات نمو إيجابية هي الصين، اللي كانت بتحقق معدل نمو فوق 10%، انخفض بعد الأزمة إلى 6%، ولكن كانت هي اللي عاملة زي ليفتنج للاقتصاد العالمي، يعني هي اللي بتشيل الاقتصاد العالمي نتيجة الانخفاض الكبير في أداء اقتصادات الدول المتقدمة. فكان من الطبيعي أنه استقرار الاقتصاد العالمي، يعني قمة الـ20 هي اعتراف من دول العالم أنه الدول المتقدمة لا تستطيع وحدها أن تقود الاقتصاد العالمي، ولكن لابد من أنه يبقى فيه دول معاها أصبحت لها تأثير مهم على النظام الاقتصادي العالمي. ومن هنا بقى دخلت الصين وغيرها من الدول اللي هي بتمثل قمة الـ20. وبالتالي هنا النقطة المهمة جدا هي أنه على هذه الدول أن تجد صيغة توافقية. يعني احنا بنشهد مؤخرا أن هناك زيارات كثيرة جدا بتتم من مسؤولين على مستوى عالي أمريكان إلى الصين لتهدئة النزاع الكبير التجاري فيما يتعلق بالسيطرة والهيمنة التكنولوجية، وهناك طبعا منع لكثير من المعدات التكنولوجية أنها تدخل إلى الاقتصاد الصيني نتيجة لأنه الصين بتنقل هذه المعدات وأصبحت في موقف متقدم على مستوى الذكاء الاصطناعي وغيرها. فهنا هذه الزيارات مش هتحل الأمور، لأنه لو ما بجدش صيغة توافق في يعتمد على اكسب ما بين هذه الدول، فاللي هيحصل هو انه هذه الحرب التجارية هتضر كل الاقتصاد العالمي. فالتصريحات لابد ان يتبعها قرارات تؤدي الى صيغة توافقية بين هذه الدول على عملية سلاسل الامداد وعملية التكنولوجيا وعملية توافق المصالح، وهو ما نتمنى حدوثه قريبا وسريعا إن شاء الله. كل الشكر لحضرتك الدكتورة يمن الحمائي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا، ما زالت أعمال القمة مستمرة، وما زال نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموسع مستمر في على هامش أعمال هذه القمة ومشاركته طبعا في هذه الجلسات. تغطيتنا في صباح الخير يا مصر انتهت، لكن ما زالت التغطية مستمرة على شاشة القناة الأولى، تابعونا بعد قليل.